ده سيب ده كده خلاص. التالي اللي بعد ده يبتدي ده بقى non infectious او non infective corneal ulcer. يعني السبب هنا ما بيكونش primarily organism، تبقى حاجه تانية rather than the organism. طبعا non infective corneal ulcer بتشمل التروما، والتروما ايزر ميكانيكال او فيزيكال تروما. يعني في بعض الحالات مثلا الكيراتايتس لما بنتعرض لاشعه اللي هي الالترا فايلوت ريز فور لونج تايم، بعد شويه ممكن تعمل لي element of inflammation of the cornea اللي احنا بنسميها keratitis. تمام؟ فالkeratitis هنا بتبقى بسبب الالترافايولت ريز والاكسبوجر ليها، فدي من نوع النون انفكتيف. وهنناقش الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل اللي هو التروما والفيزيكال انجريز لما ناخد الاي انجريز ان جنرال، هنناقش الموضوع ده ان شاء الله بالتفصيل. other types هنناقشها، وهناخد بس هنتكلم كلمتين صغيرين على الايثيولوجي بتاعها لانه هناخده بالتفصيل بعد كده في مواضيع. يعني مثلا اسباب في الليد ممكن تعمل الالسر دي، اسباب في الكونجنكتيفا تعمل الالسر دي، وات ايفر. فهنتكلم فيهم بس بسرعه كده عشان لما تيجي تقراهم وتذاكرهم تبقى انت فاهم انت بتتكلم في ايه. تمام؟ بليز الدكتورين اللي واقفين بفضلكم تعالوا في كراسي هنا قدام، تعالوا هنا كده، والبنشات فاضيه خالص اهي. يلا اقعدوا اتفضلوا. الثلاثة اللي قاعدين ورا خالص، ثلاثة الدكاترة اللي قاعدين ورا خالص، تعالى تعالى. أنت اللي لابس أسود، أيوه يا سيو، تعالى. أه يس، أنت اللي جنبك واللي جنبه كمان، تعالوا أنتوا الثلاثة، تعالوا أنتوا الثلاثة. اتفضلوا اتفضلوا. اقعد كل واحد فيكم خش، ما تقعدوش جنب بعض. واحد فيكم يخش يقعد هنا، تعالى اللابس اسود، تعالى 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 اقعد جنبي. انا اسمي انا ايوه كده ايه يلا نشتغل بقى النهارده. بص inflammation of the lid margin بنسميها blepharitis، وده موضوع فيه يوم كامل هنتكلم فيه ان شاء الله لما ناخد الاي ليد مع بعض عن الانفلاميشن اوف ذا ليد مارجن اللي هي اسمها البليفرايتس. الليد مارجن بتاعنا وان اوف ذا انفكشنز اللي بتيجي فيه از ستاف انفكشن. كلمه بليفرايتس يعني كرونيك ستاف انفكشن، يعني كرونيك انفلاميشن في الليد مارجن. وان اوف ذيم اللي هو بنسميه ستاف انفكشن بيعمل لي مرض اسمه التراتيف بليفرايتس. فده بيبقى ستاف انفكشن في الهير فوليكل، عامل فوليكولايتس وبيري فوليكولايتس. لو عايز تقرا تفاصيل الموضوع هتلاقيه في الايليد في موضوع البليفرايتس. التوكسنز بقى
اللي بتطلع توكسينز مش الاورجانيزم، عشان احنا بنتكلم في نون انفكتيف والترا دلوقتي. التوكسينز اللي بتطلع من الانفلاميشنز اللي موجوده عندنا في الليد مارجن اللي هي عامله انفلاميشن حوالين الهير فوليكل اللي هي اسمها فوليكولايتس وبيري فوليكولايتس، دي هي التوكسينز دي اللي بتعمل لي الستاف ألسر بالمنظر اللي انت شايفه ده. الألسر دي اللي هي بيسموها ستافيلوكوكال ألسر بتبقى مارجنال ألسر او في البريفري اوف ذا كورنيا، ويبقى في بينها وبين الليمبس كلير انترفال حته ما فيهاش افكشن. يعني بص الألسر اهي موجوده في البريفري اوف ذا كورنيا وفي كلير انترفال بينها وبين الليمبس، تمام؟ دي بتيجي عن طريق الدموع اللي جايه من التوكسينز، بتيجي هنا من الليد مارجن عن طريق الدموع توصل للحته دي تعمل لها انتوكسيكيشن للإبيثيليوم. والحقيقه الالسر دي بتبقى اكستريملي بينفول، وبيبقى علاجها مش انتي بايوتكس، لان السبب هنا التوكسينز مش الاورجانيزم نفسه، دي لازم تاخد ستيرويد، لازم تاخد ستيرويد، بس في نفس الوقت لازم اعالج ايه الانفكشن اللي موجود في الليد. يعني لازم في نفس الوقت ان تايم مع علاج الالسر لازم اعالج البليفرايتس اللي موجوده عندنا في الليد، تمام؟ ات مي بي سنجل، يعني ممكن الالسر دي تبقى سنجل الالسر بالشكل ده، تمام؟ اهي زي دي الالسر بينفول جدا، يعني بتبقى فيها سيفير بين نوت بروبورشنال مع السايز بتاع الالسر خالص. بص اهي ات مي بي سنجل، انما ممكن تبقى مالتيبل، يعني ممكن في السيفير انفكشن في الليد الاقيها مالتيبل وكلهم برضو بيسيبوا حته كلير بينهم وبين الليمبس. دي ألسر بسبب انتوكسيكيشن من الستاف او الستاف توكسنز، بتعمل نوع من انواع الالرجي او السنسيتيزيشن هنا وبتعمل لك الالسريشن دي، وبتبقى زي ما بقول لك علاجها بيحتاج مننا استيرويد زائد المانجمنت بتاع البليفرايتس اللي موجوده عندنا، تمام؟ تاني ألسر بنشوفها في الكورنيا بسبب برضو نون انفكتيف اللي بنسميها الفليكتين. كلمة فليكتين دي هناخدها في الفليكتين والكونجنكتيفايتس مع الكونجنكتيفا بالتفصيل في الالرجيك كونجنكتيفايتس، انما انا هقول لك كلمتين عنها بس صغيرين. كلمة فليكتين يعني نوديول، نوديول. بص المرض بيمشي ازاي؟ الام بتيجي تلاحظ ان في حاجة صفرة كده على البياض بتاع العين بالمنظر ده، والحاجة الصفرة دي عاملة زي راس الدم كده اهي دي في الحتة دي، وبعدين بيبقى وراها ليش اوف بلاد فيسل. كلمة ليش يعني حزمة من بلاد فيسل. اللي بيضايق الام مش القصة دي، اللي بيضايق الام ايه؟ ان البتاعة الصفرة دي بتمشي، وبتمشي رايحة في اتجاه الكورنيا، هتيجي ناحية مين؟ ناحية البيوبل، يعني في اتجاه ايه؟ الشواف، يعني هتمشي كده في الاتجاه ده ماشية في اتجاه البيوبل. يعني الام تيجي قلقانة جدا تقول لك الحقني يا دكتور، ده في حاجه زي راس الدم طلعت في عين ابني على البياض بتاع العين، وابتدت تمشي وتتحرك رايحه في اتجاه الشواف. هو دي اللي قلقها، انها رايحه في اتجاه مين؟ البيوبيلاري اريا، واخد بالك؟ هي دي القصه. انت بقى خليها في الاتجاه ده وروح واخد العيانه في اتجاه تاني خالص. قول لها انا اسال حضرتك سؤال، الواد مش ابنك ده كان عنده الليوز من 3 اسابيع؟ تلاقي الست تروح مبهوره كده، عوامل الفحشة تبان على وشها كده، يقول لك ايه ده؟ ما شاء الله، مين قال لك؟ معروف قوي الدرجة دي؟ قال لا بس، بس لا خلاص خلاص دي معروفة معروفة عندنا في الصبح. هي دي حاجة من الحاجات تعمل لك برستيج قوي يعني. تقول لك ما شاء الله الدكتور ما بشوف عنده الحجاب، برجع بقول له الواد والدمل والشواف وبتاع، يقول لي ده كان عنده لوز من 3 اسابيع انتي سترو. ايه بقى القصة دي؟ عارف أنت قصة الكروس انجن اللي خدتها السنة اللي فاتت في الروماتيك؟ اكتيفيتي روماتيك كاردايتس واللي بتاع اللي بتحصل بعد اللوز والارثرايتس، تمام؟ ان في حاجه شبه توكسنز، تمام؟ يوم الجسم يروح عامل اميون رياكشن ضد الاثنين، تمام؟ هنا بقى العيان ده بيبقى عنده سيبتك فوكس ستاف، طبعا من اشهرها تونسيلايتس، قد لا تكون تونسيلايتس، قد تكون ابسس في اي حته، قد تكون انفكتد تيس، قد تكون ساينوسايتس، قد تكون اوتايتس ميديا. خدت بالك ازاي؟ يعني في سيبتك فوكس ستاف موجوده في جسم المواطن ده. سكند ثينج ان يكون عنده انتستاينال بارازايت بتطلع سوليبل توكسين. ثيرد وان از تي بي فوكس، ان العين يكون عنده تي بي فوكس ودي عامله له شيء من الحساسيه او الالرجي موجوده في جسمه. هذا النوع من الرياكشن از ديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. وطالما ديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن يعني هيبقى سيلولر رياكشن، عشان كده عمل نوديول ليمفوسايت. بس عايز اقول لك حاجه، ايه حكايه انها بتمشي دي؟
ايه حكايه انها بتمشي دي؟ اصل دي مش الفوليكلز الاصليه اللي موجوده عندنا. دي يا جماعه مش الفوليكلز الاصليه اللي موجوده عندنا، اللي هي قلت لك الليمفوسيتك ايه؟ اجريجيشن، اللي هي عامله زي الادينويدز اللي قلنا عليها شبه الادينويدز دي. تمام؟ طيب هنا دي الليمفوسايتس جايه مع البلاد فيسلز كده في مكان جديد، هي اصلا مش راكنه هنا. البلاد فيسل هنا بيعمل حاجتين. ايه الحاجتين؟ البلاد فيسل بيرمي ليمفوسايتس جديده قدام ناحيه الليمبس، وياكل القديمه، ياخد القديمه، الماكروفيج تاخد القديمه. تمام؟ بيرمي جديد وياخد القديم، يرمي جديد وياخد القديم، وهكذا. تمام؟ فعشان كده it is moving. البلاد فيسل عمال يرمي جديد ناحيه الليمبس وياكل القديمه ويقرب بعديها بشويه، يمشي وراها. وهكذا. عشان كده it is moving لغايه ما تيجي تخش ناحيه مين؟ ناحيه الكورنيا. يبقى الفليكتن ده نوع من انواع الديليد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، سيل ميديتد لسيبتك فوكس ستات انتستاينال بارازايت او تي بي فوكس. طيب هذا الموضوع لما بيجي عندنا في الكورنيا بيعمل ايه؟ ممكن يخش الكورنيا سب ايبيثيليال، ممكن يخش الكورنيا سب ايبيثيليال. تمام؟ بمعنى ايه؟ يعني انت الابيثيليوم بتاع الكورنيا بيكمل مع الابيثيليوم بتاع الكونجنكتيفا ات ذا ليمبس. تمام؟ فدكتور افضي له الكرسي من فضلك عشان يقعد، هو زميلك مش هيقف طول الحصه. تمام؟ ف سب ايبيثيليال انفلتريشن حصل في الحته دي. تمام؟ عايز اقول لك حاجه، الكورنيا مش بتتغذى بحاجه اسمها البرفيوجن. تمام؟ برفيوجن، فالبرفيوجن بتاع الكورنيا في الحته دي تحت النوديول دي هيقل، الفلويدز اللي رايحه للابسيليوم اللي فوقينا مش هتعرف تعدي لان في زحمه في الحته دي. يوم الابسيليوم هنا يعاني من اليمنت اوف اسكيميا والابسيليوم يقع، يقوم بدل ما يعمل لي الكورنيا النوديول، احنا قلنا بالنوديول باللاتيني يعني فليكتن، يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ كورنيال فليكتن اللي هي النوديول. بعد كده النوديول هتالسريت يبقى تعمل لي كورنيال فليكتينيولار السر. تمام؟ يبقى الاول هتعمل لي فليكتن وبعدين تعمل لي فليكتينيولار السر، كورنيال فليكتينيولار السر. سام تايمز مالتيبل السرز يحصل جنب بعضها، فدي نسميها رينج السر. سام تايمز المالتيبل السرز دي تحصل جنب بعضها ونسميها رينج السر. And sometimes بدل ما الليمفوسايتس تخش شلل كده مجموعات، لا يخشوا مع بعض زي الكتيبه كده مع بعضيهم، يخشوا على الكورنيا بالبلاد سبلاي بتاعهم، يعملوا حاجه اسمها بانس. كلمه بانس يعني سب ابسيليال انفلتريشن اوف ذا كورنيا بكرونيك انفلاماتوري سيل اند بلاد فيسلز. شوف شوف بانس دي ملخص ايه؟ ملخص موضوع انشا. كلمه بانس يعني sub epithelial infiltration of the cornea with chronic inflammatory cells and blood vessels. زي ما قلت لك يا جماعه، اللي عايز ينجح ويجيب تقدير هو اللي ما يفوتش كلمه ما يفهمش معناها. يعني عايز اقول لك ما تفوتليش كلمه انت مش عارف معناها. تمام؟ لازم تبقى عارف معنى كل كلمه. كلمه فلس يعني بدل ما اصل انتوا عارفين، بصوا الليمفوسايتس ككرونيك انفلاماتوري سيلز، المفروض الكلام ده بيزك في الباثولوجي عندكم، ان الكرونيك انفلاماتوري سيلز تحب تمشي في مجموعات. عشان كده تلاقي في التيوبركلوزس، في ساركويدوزس، في ليبروسي، نوديولر ليبروسي، مش عارف ايه، حاجات نوديولر، حاجات كلها بتبقى ماسز ونوديولر. تمام؟ فالقصه دي زي ما اتفقنا كرونيك انفلاماتوري سيلز، فبدل ما تمشي ان سمول جروبس كده دخلت ان بيج جروب، فبقى sub epithelial infiltration of the cornea بكرونيك inflammatory cell and blood vessels and blood vessels. ده اللي احنا بنسميه PANAS، ده اللي احنا بنطلق عليه لقب PANAS. طيب rare but diagnostic ulcer شكلها crescentic كده وليها advanced edge undermined وهيلينج سلوبينج فاسكولارايزد ايدج اند ات موفز ان ذا كورنيا. بص احنا شفناها يمكن في الرسمه اللي فاتت، ما خدتش بالك منها دي. شوف الالسر دي اصلا كان فليكتن هنا زي ده ودخل الكورنيا وابتدى يمشي في الكورنيا لغايه ما عمل هيلينج هنا،
وبالتالي منتهي في حرف كريسنتك كده بالمنظر ده. تمام اهو الالسر دي اللي احنا بنسميها فاسيكولار السر. فاسيكولار السر از رير بات دايجنوستيك. ات از رير بات دايجنوستيك ليه؟ حاله الفليكتن. يبقى الفليكتن او الديليت هايبر سنسيفيتي رياكشن او السير ميديت هايبر سنسيفيتي رياكشن اللي حصل عندنا نتيجه سيبتك فوكس ستاف انتستاينال بارازايت تي بي فوكس عمل خمسه كورنيال مانيفستيشن. عشان كده ساعات يسموه فليكتينيولر كيراتو كونجنكتيفايتس، يعني تافكت ذا كونجنكتيفا اند ذا كورنيال. كلمه فليكتن باللاتيني قلنا يعني ايه؟ نوديول. فليكتن يعني نوديول. انت عارف بالعربي اسمه ايه؟ نوديول بالعربي الرمض الباثري. ب س ر ي الباثري بالس اللي هو عليها ثلاث نقط. الرمض الباثري نوديول. طبعا الانجليزي اشهر كتير. تمام؟ فده الفليكتن. بص بقى ادي المنظر، المنظر ده احنا شفناه قبل كده. امتى؟ في الهايبوبيون السر بتاعت البكتيريا سبيشالي التيبيكال بتاعت النيموكوكال انفكشن، فاكرينها؟ على فكره احنا عندنا في ثلاثه السرز موفينج في الكورنيا، احنا خدنا اثنين لغايه دلوقتي. الفاسيكولار السر دي بتاعت النهارده بتاعت الفليكتن، والاولانيه اللي هي كانت الهايبوبيون السر اللي هي كانت بتاعت الستاف انفكشن. تمام؟ فدي واحده. بص ادي الادفانسد اتش، الجسم عمال يدمي ليمفوسايتس هنا بتاكل في الحته دي ويعمل هيلينج في الناحيه الثانيه. وادي الموفينج ايدج، ادي السلوبينج هيلينج ايدج داخل فيها بلاد فيزن بالشكل ده. تمام؟ دي المنظر كات سكشن برضه في الفاسيكولار ارثر يبقى عامل كده. اهي بص اتس موفينج. اتس موفينج. ليه؟ بترمي ليمفوسايتس زياده وتعمل هيلينج هنا وهكذا، عشان كده اتس موفينج في الكورني. تمام؟ طيب معلش انا برضو تاني هتوقف ثانية واحدة بستأذنكم، الفراغات اللي في البنشات ضموها عشان في زمايلنا واقفين ورا، من فضلكم تعالوا الناحية دي، الليديز اللي واقفين والتو بويز اللي واقفين تعالوا الناحية الشمال دي، في أماكن هتصدع حالا دلوقتي. تمام؟ فضلكم يا جماعة نفسح في المجالس كده ثانية واحدة. ليه راح فين؟ هتخرج وتيجي؟ اتفضل. اساتذه من فضلكم البنشات هنا برضو الناحيه دي، ضم شويه ضم شويه عشان في ناس زمايلنا قاعده على الارض وانا بتضايق قوي من القصه دي من فضلكم. ها دكتور من فضلك فاكر تنزل في الغرفه؟ مفيش مشكله، ما تتكسفش قوي كده، وقعك وشك محمر ليه؟ فاكر كده تعالى كده جنب شويه، فضوا مكان لحد من زمايلكم يقعد مفيش مشكله. تمام؟ بعد اذنكم. ها تعالوا البنتين، البنتين اللي واقفين تعالوا 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 قدام هنا من فضلكم. دكتور ارجع ورا البنش اللي وراك من فضلك، ارجع انت البنش اللي وراك. تعالوا تو ليفيز تعالي تعالي قدام هنا، وفي مكان تاني اهو. لا تعالي هنا اهو. ها يلا اساتذه من فضلكم نقعد نساع بعضينا معلش. طيب بصوا يا ساده الكرام، لوس اوف كورنيال سنسيشن يا سيدي في ايه؟ في الكورنيا. في ايه؟ في الفليكتن. عشان البرفيوجن، ما انا بقول لك عمل ما الكورنيا بتتغذى بالبرفيوجن ما فيهاش بلاد فيسلز. فتحت النوديول دي، النوديول دي عباره عن ليمفوسايتس، هي دي مكانها هنا؟ هي دي اصلا ساكنه عندنا؟ ولا ضيف رخم ملوش لازمه؟ فعملت زحمه تحت الابيثيليوم. فالبرفيوجن بتاع الابيثيليوم هيقل ولا مش هيقل؟ لما الانسيليوم هيقل هبتدي يقع، هيموت، هياكل منين؟ فهمت ازاي؟ لان الكورنيا زي ما قلت لك ليها نظام دقيق جدا، قلت لك هي بتاخد اكسجين مش عارف منين، وجلوكوز منين، وبروتين منين، وكل ده برفيوجن، لان مفيش بلاد فيسل بيدخل لك الاكل لغايه عندك، انت بتخدم نفسك، فاهم؟ فلما يحصل زحام قبل الانسيليوم الحته دي ما بتبقاش برفيوجد كويس. فل؟ لا طبعا ما يعملش، ده كان في الكونجنكتيفا، الكونجنكتيفا هايري فاسكولر. سام تايمز يحصل فيها التريشن لو النوديول كانت كبيره قوي تعمل التريشن. تمام؟ طيب لوس اوف كورنيال سنسيشن، احنا خدنا سببين يعملوا لوس اوف كورنيال سنسيشن، فاكرينهم؟ ريبيتد اتاكس اوف هيرد سيمبلكس، وان اتاك هيرد زوستر. تمام؟ وانت بتعمل اختبار اهو زي ما انت شايف، بتعمل قطنه رفيعه كده وتلفها تبرم حرفها كده وتعمل عين تاتش من ورا، يعني تجيله من جنب كده وتلمس له الكورنيا بتاعته وتشوف هيعمل بلينكينج ولا لا.
ده عارف انا كان في واحد زميلنا سقط في امتحان الدكتوراه مره من تحت راس القطنه دي. ليه؟ مره قالوا له كومنت اون ذا كورنيا، والاستاذ بتاعه كان واقف في الامتحان عايز يساعده، فقال له يا دكتور فلان ما انت في امتحان الدكتوراه بقى ما بيقولكش يا كابتن ولا بتاع، يقول لك يا دكتور، لانك ده انت امتحان دكتوراه كبير بقى. فقال له يا دكتور فلان قطنه اهي على الترابيزه. قال له طب شكرا يا بيه، شكرا. بعد شويه لقى ما استخدمهاش، يا دكتور فلان قطنه على الترابيزه وبتاع. هو بيقول لك انا ايه استغربت جدا، قلت ايه الراجل عايزني الم على الجهاز في الامتحان ولا ايه؟ امسح السريت لمبه ولا اعمل ايه القطنه دي؟ فبيقول لك ما جاش في دماغي خالص موضوع ايه؟ كورنيا تاتش ده. تمام؟ فاول سؤال طبعا دخل الامتحان لما جم بقى اللجنه، لجنه الدكتوراه بقى عقبال امانتك كده ان شاء الله 23 استاذ. اللجنه قاعدين لك 23 استاذ مستنيينك في اللجنه. واخد بالك ازاي؟ اللي هم اساتذه الاسم الكبار يعني. دخل اللجنه سالوه اول سؤال، تعال مش عندك حاله كورنيا؟ است الكورنيا سنسيشن؟ يس اور نو؟ فقلت عنه طب خلاص المره الجايه. افتكر ايه طبعا انا دخلت بعديه بست اشهر، مش عايز اقول لك يومي كلها كانت مليانه قطن، حاطط قطن هنا قطن عشان ما انساش، واخد بالك ازاي؟ طب وانا كنت متوقع هو ده هيبقى سؤال الصوت ياخده امتحانين ثلاثه كده الناس تسقط فيه، واخد بالك؟ فجالي حاله فعلا كان عندها لوس كورنيا سنسيشن، خدت بالك؟ ويعني ليه الامتحان بتراه كده ليه تقص، يقول لك مثلا ايه، ما يقول لك كومنت على الرايت اي لازم تفحص الليفت اي الاول. يعني يقول لك ايه كومنت اون ذا رايت اي ويصر، يقول لك دي شورت كيس رايت اي، حاضر تفحص الليفت اي، لان اول سؤال هيساله لك في الشفوي يقول لك تعالى العين الثانيه فيها ايه؟ وفعلا عملوا معايا كده. اول سؤال قال لي العين الثانيه كان فيها ايه؟ ما بربنا سبحانه وتعالى دي ميزه عندنا، ان عندنا ايه؟ عينتين بتقدر تقارن في الباثولوجي بينهم. فالمهم رحت لامس الكورنيا كده لقيت في روس الكورنيا سنسيشن. قعدت افكر بقى بعد شويه يعني الحمد لله طبعا ده بيبقى توفيق من ربنا. قلت طب هيسالني في ايه يعني؟ ايه اسباب اللوس الكورنيا سنسيشن؟ ما هي معروف، ما انا بمدرسها طول النهار للطلبه. ريبيتد اتاك اوف فيرب سيمبلكس وان اتاك اوف فيرب زوستر. قلت يعني لو هو ايه فرض عضلاته عليا هيسالني السؤال اللي بعده هيقول لي ايه؟ طب فرقت بينهم ده كان زوستر ولا سيمبلكس قبل كده ولا لا؟ رحت جايب الدبوس، فاكر رسمه الدرماتوم بقى بتاعت الشكشكه، رحت مشكشك العيان لقيت الدرماتوم سليم، يبقى ده كان سيمبلكس ولا زوستر؟ ده سيمبلكس. شفت اديكم عرفتوها، بس لما تفكر بهدوء كده ان شاء الله ربنا يفتح عليك. فاما فكرت فيها كده قلت هيسالني السؤال ده. اخر حاجه تعمل لوس الكورنيا سنسيشن حاجه اسمها راديكال تريتمنت اوف ترايجيمينال نيورالجي، هقول لك عليها حاجه. المهم زي ما بقول لكم اول ما دخلت الامتحان انا المفروض اعمل كومنت مثلا على الرايت اي زي دي، اول سؤال ساله لي الليفت اي اخبارها ايه؟ قلت له فيها كذا 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 كذا. طيب ماشي، اما تقول حاجه صح على فكره في الامتحان ما يعبروش، لو ابتدوا يهزروا معاك في الامتحان تعرف انك سقطت، يعني طول ما هم جادين ولابسين لك الوش كده تعرف انك ماشي صح. طيب ماشي كمل كذا كذا. اخبار الكورنيا سنسيشن ايه؟ قلت له في هايبوسيس. طيب تفتكر ايه سببه؟ قال له هم ثلاث اسباب، الهرب سيمبلكس ريبيتد اتاكس او هرب زوستر وان اتاك. بس اسال هو فين؟ هو فرق بينهم ازاي؟ او فرقت بينهم عرفت الفرق بينهم؟ قلت طبعا بالايه؟ قلت له بالدرماتوم. رحت ماسك كده الابره شكشف، قال لي العيان حاسس هنا زي هنا. قلت له بالظبط هنا زي هنا، عارف دي مهمه جدا. ايه السبب الثالث ده؟ اللي هو التراجيمينال نيورالجي. ايه بقى حكايه التراجيمينال نيورالجي؟ ساعات يبقى فيه زي انيوريزم ضاغط على التراجيمينال جانجلي، او يكون فيها نوع من انواع الانفلاميشن، فالعيان يبقى قاعد كده وبعدين يقول ايه يا عم في ايه؟ يقول لك الم سياخ. بص بيعمل صابعه ازاي؟ سياخ ماشي كده كانه بيرسم البرانشز بتاعت مين؟ تريجيمن. يقول لك سياخ نار جاي، بيسموه راديكيولار بين، سياخ نار ماشيه كده. تمام؟ طبعا بيروح لزميلنا بتاع نيورولوجي يروح مديله علاج انالجيزيا ومش عارف ايه وبتاع، لدرجه انت عارف القصه دي بتعمل لهم حاجه اسمها باراسيزيا. باراسيزيا يعني تعلي له السنسيشن قوي، خلي بالك دي عمليه مزعجه جدا. انتوا عارفين ال مش لازم تكونوا عارفينها، الفرشه بتاعت الباودر بتاعت الليديز بتبقى ناعمه قوي. تمام؟ فرشه ناعمه قوي، لذلك بتوع الاجهزه ياخدوها يلمعوا بيها لما يكون عايز اجهزه دقيقه ولا حاجه، تلاقيهم ياخدوها من الستات بتاعتهم يخبوها ويشتغلوا بيها هم، خدت بالك؟ يلمعوا بيها التراب. يس. المهم
الفرشه دي تخيل ناعمه جدا، ست تحطها تقول لك اه ايه في ايه فيها مسامير، دي ناعمه جدا، تقول لك لا الاحساس غير طبيعي، ده اسمه ايه باراسيزم. فطبعا ده بيعمل انوينج للبيشنت جدا، يروح بتاع النيورولوجي يقول له خد مسكنات، يديله مسكنات ما خفش او العينه ما خفتش، لا لا خلاص بقى لازم جراحه، جراحه تضيع الالم، لا ده مضمونه 100% لازم هتضيع الالم ونص كمان. يروح عامل لها ايه، يروح داخل من الفورمن اوفال من الانفراتيمبرال فوسا كده تحت السكالب، يروح داخل من الفورمن اوفال بهوك، عارف الفورمن اوفال مين كان بيعدي فيه؟ ها المانديبولر لو معاك المانديبولر ديفيجن، عشان كده حتى المانديبولر ما كانش يخش الكافيتا الساينس، كان يطلع من الجانجليا على تحت على طول على الفروم النوفال. فاكر كان جنبه واحد مهم قوي سباينوزا اللي كان بيعدي فيه مين؟ الميدل مننجل لو مؤاخذه. انا بقول لك انا بحس ان انا قاعد في وسط كليه الاداب او كليه الحقوق حاجه كده. المهم عن طريق الفروم النوفال ده يروح داخل يلاقي نفسه على التريجيمنال جانجل على طول، يروح عامل لها هوك قاطع التريجيمنال جانجل، ويجي بقى العيان تاني يوم تالت يوم زيارات ده بتاع اخبارك ايه؟ يقول لا ما شاء الله تسلم ايدك يا باشا مفيش بين خالص. بعد اسبوعين ثلاثه قال له دكتور انا عيني اليمين دي ابتدت تزغلل قوي مش شايف بيها كويس. روح بقى لزميلنا بتاع الرعب يا ابن اللذينة ده انت قطعت له التريجيمنال وبوصله له الكورنيا وجاي ده تقول له روح لبتاع الرعب. بعدين خلي بالك الالتر اللي هتحصل دلوقتي اسمها ايه؟ نيورو تروفيك ألس، it is due to loss of sensation. عشان كده العيان قال له انا بشتكي من حاجه واحده، قال له ايه؟ defective vision painful ولا painless؟ painless. خلي بالك painless defective vision it's a neurotrophic ألس. طب تفتكر دي الهيلنج بتاعها هيبقى سريع ولا ريزيست الهيلنج؟ طبعا دي عايزه عمليه اسمها ميديان ترسرف، ده لازم ميديان وتتعمل من غير انستيزيا ولا حاجه زي ما قلت لك لانه في سنسيشن اساسا. تمام؟ لصق الارسل دي بقى تبتدي سنترال. ليه سنترال؟ لان سنترال دي ابعد حته عن الليمبال فيسلز واكثر حته متعرضه للاتموسفير وللتروما بره، لان دي اكثر حته بارزه في الكورني. فالارسل تبتدي سنترال عشان كده تعمل ديفكتيف فيجن، وتلاقي الايدج بتاعتها مشرشره كرنيتد ايدج. ليه؟ الاكسيليم بيقع بيحصل فيه انهيارات، انت عارف زي الجبل اللي وقع عندنا في الدويقه ده كده حته حرف كده تروح واقعه، فده الاكسيليم بيقع كده خدت بالك ازاي؟ انهيارات. فبيقول لك كرينيتد ايدج مشرشر، يعني الحرف التنسيق بتاعها مشرشر، واتس فيري ريزيستنت للتريتمنت. ودي عايزه حاجه من الاثنين، يا تحط ثيرابيوتيك كونتاكت لينس عليها يا اما تعمل له ميديان ترسورفي، اذروايز عين العين ده هتتخن. نو واي. لازم يا تحط له ثيرابيوتيك كونتاكت لينس. بص شكلها عامل ازاي؟ نيوروتروفيك ألسر. اتس نيوروتروفيك ألسر. اتس فيري ريزيستنت ألسر، عايزه زي ما قلت لك عمليه اسمها ميديان ايه؟ ترسرف. تمام؟ ميديان ترسرف الكلام ده، الحته دي تدخل ميديكيشن وتدخل اكسجين وتطلع اي ديسشارج موجود عندها، بس تعمل بروتكشن وبنسيبها كده فور تو ايه؟ فور تو ييرز زي ما اتفقنا. تعمل نيو ميتابوليك باسويز اندبندنت على الانرفيشن او تعمل ريجنريشن للانرفيشن بتاعتها. اتس نيوروتروفيك ألسر. خلي بالك ده سؤال مهم في الام اس كيو في البروبلم سولفنج. تمام؟ عيان عنده زوستر، او يقول لك ايه ممكن اجيبها لك بروبلم سولفنج كده، اجيب لك عيان عنده هيربس زوستر واقول لك السؤال الاولاني العيان ده عنده ايه، هتقول لي هيربس زوستر. عرفت منين؟ عشان ريسبكت مين؟ الميد لاين واخد الديستريبيوشن بتاع النيرف. تمام؟ اذا قلت اوفثالميك هتقول لي عشان التيب اوف ذا نوز اكسترنال نيزل نيرف وبتاع. ماشي. السؤال اللي بعده ايه؟ ايه الموست سيريس اوكيولار كومبليكيشن هنا بقى؟ هي دي النيوروتروفيك ألسر. او اجيبها لك سؤال في الام اس كيو اقول لك ايه؟ عيان جاله هيربس زوستر اوفثالميكاس من سنه وبعدين ابتدى يجي لنا بديفكتيف فيجن اون اكزامينيشن لقينا سنترال ألسر بوزيتيف فلوريسين نيجاتيف روز بنجان. يعني ايه بوزيتيف فلوريسين نيجاتيف؟ يعني ألسر بس ما فيهاش ايه؟ فيروس ما فيهاش فيروس. خدت بالك؟ بوزيتيف فلوريسين نيجاتيف روز بنجان. تمام؟ والالسر كانت سنترال، وخلي بالك هو كان جاي يشتكي بايه؟ ديفكتيف فيجن بس. دي بقى دي مين دي بقى؟ نيوروتروفيك ألسر. علاجها ايه؟ اقول لك تحب نديله انتي فايرال سيستميك ولا انتي فايرال لوكال ولا ميديان ترسورفي؟ ميديان ترسورفي. طب اذا ما لقيتش ميديان ترسورفي تدور على مين؟
ثيرابيوتيك كونتاكت ليز. شفت بقى الاسيد بسكوت حل ازاي؟ خلي بالك ده كان هيربس زوستر من سنه، ده مش محتاج انتي فايرال دلوقتي، ده كان من سنه وخفت وضيعت السنسيشن. يبقى ذا لوس كون سنسيشن ثلاثه زي ما اتفقنا، تمام؟ جمعهم عندك دي تجميع. سؤال شفوي ده مهم، سؤال في الشفوي مهم، اسباب اللوس اوف كورنيال سنسيشن ثلاثه: ريبيتد اتاكس اوف هيربس سيمبلكس، وان اتاك اوف هيربس زوستر اوف سالميكس اللي هو السالميك ديفيجن يعني، واخر حاجه راديكال تريتمنت اوف ترايجيمينال نيورالجيا، العلاج الراديكالي للعصب الخامس، لالام العصب الخامس. راديكال تريتمنت اوف ترايجيمينال نيورالجيا، راديكال تريتمنت اوف ترايجيمينال نيورالجيا، تمام؟ طيب بص اليونج مان عنده ايه؟ في حته ناقصه في الليد، كولوبوما اوف ذا ليد، يقولوا عليها كولوبوما، سي او ال او بي او ام اي، كولوبوما، كولوبوما اوف ذا ليد. كلمه كولوبوما يعني حته ناقصه، بس لازم تقول حته ناقصه منين؟ يعني في كولوبوما اوف ذا ايريس، كولوبوما اوف سيلياري بودي، كولوبوما اوف ذا اوبتيك نيرف، كولوبوما اوف ذا ليد، تمام؟ انت عارف يا ساده الكرام الوش بتاعنا اصلا مش كان قطع واحنا في الامبريولوجي؟ لا مؤاخذه كان في حاجه اسمها البرانكيال اركس، لا مؤاخذه كانوا سته برانكيال اركس، والبرانكيال اركس دي كانت بتلحم مع بعضها، ومكان اللحام يحصل حاجه من الاثنين، يا درمويد سيست حته ابثيليوم تختص لجوه اخبارك، يا اما حته تبقى ناقصه. طبعا انتوا مش فاكرين غير اللي هي الشفه الارنبيه دي، الهير ليب وكليفت بالات وبتاع دي اللي انتوا فاكرينها، بس ده اخر خط اللحام خالص. انت عارف بص خط اللحام بيمشي منين؟ بص عليه، بص امشي من هنا التمبرال بون، هنا التمبراليس لاين، هنا التمبرال بون اللي فوق التمبراليس ماسل، هنا امشي مع التمبرال بون ده كده، بص كده وانزل كده هنا على الانجل بتاعت الارض، وبعدين ادخل كده عند الحته دي الجنكشن ما بين الميديال ثيرد واللاترال تو ثيرد، وبعدين انزل هنا كده امشي جنب النوز الحته دي بتاعت النيزولاكريمال داكت، وبعدين امشي هنا جنب النوز لغايه ما تيجي هنا، امشي بعد كده بقى في الميد لاين. يعني بص عليا اهي، امشي كده وبعدين امشي كده وبعدين انزل هنا كده، امشي جنب النوز بين النوز والماكزيلا، وبعدين ارجع كده وبعدين انزل هنا بقى بعد كده في النص. ده خط اللحام بتاعك. يا اما يحصل حته ناقصه زي كده دي اسمها كولوبوما اوف ذا ليد. طيب الولد ده لو قفل عينه يبقى البالبيبرال فيشر اتقفل، يبقى عنده ايه؟ inability to close the بالبيبرال فيشر. بدل ما نقعد نقول الجمله دي كلها نقول كلمه لاجو في صنص، لاجو في صنص. بص طيب ده واحد تاني عنده ايه؟ شوف السكار اللي على الجلد من بره ده اتحرق، وشه كان جاله بيرن او حاجه، عملت له سكار في وشه، سكار باللاتيني يعني سيكاتريزيشن، فنقول عليه سيكاتريشيال اكتروبيون لانه شد الجفن لبره. طيب تفتكر ده يقدر يقفل بالبيبرو فيشر؟ ما يقدرش، ما يقدرش، يجي له برضه لاجو في صلبس، يبقى الاكتروبيون باشكاله كلها. طيب بص ده جاله فيشيال باراليزس او سينايل اكتروبيون، يعني يا فيشيال بولسي يا سينايل اكتروبيون، تمام؟ فيشيال نيرف بولسي وبيكاس كلاي باراليزس، الجفن اتقلب لبره باراليتيك اكتروبيون او سينايل اكتروبيون، فالجفن اتقلب لبره برضه. كل دي عيوب في الليد، كولوبوما اوف ذا ليد، خدت بالك؟ الاكتروبيون بجميع اسبابه بجميع مسبباته، خدت بالك؟ اللي هي السيكاتريشال والسينايل والباراليتيك كل ده يعمله، او شورت ليد بعد جراحه، يعني عملوا له جراحه والجفن قصر قوي، قصروا له الجفن بتاعه شويه. كل ده في الاسباب في الليد. طب اسباب في العين، ان العين تبقى بروبتوتيك بروبتوزس. اسباب في الكونجنكتيفا، ان يكون في اديجن بين البلبيبرال والبلبر كونجنكتيفا، الجفن مش عارف يقفل ويفتح لان عامل زي لازم يفتح ويطلع ونازل طالع نازل على العين كده، لو لزق في حته ممكن ما يعرفش يطلع وينزل. ده اسباب في الليد، اسباب في الكونجنكتيفا، اسباب في الاي. طب اسباب جنرال الكوماتوز بيشنت، كوماتوز بيشنت والبيشنت اللي هو نايم اندر انستيزيا، اندر انستيزيا والكوماتوز بيشنت دول يعملوا، كل دول هناخدهم بالتفصيل، اسمهم لاجو في صنص، لاجو في صنص. طيب بص دي عين صح؟ عين ده لما بيحصل اكتروبيوم، بص البلبيبرال فيشر ده بيقع لتحت، الجفن بيقع لتحت، بص ده البلبيبرال فيشر العادي ده لما حصل مشكله في البلبيبرال فيشر
وابتدى يجيله لاجو في صلب. طيب بص احنا بقى لاجو في صلب قلنا يعني ايه؟ inability to close the vertebral fissure. inability الترمز دي مش عايز اقول لك دي اسئله روتينيه في الشفوي. يعني ايه كلمه كذا؟ يعني ايه كلمه وانت بتقول اي كلمه لك بس يعني ايه؟ لازم تقول له معناها. فالترمز لازم تتحفظ كده زي كانك بتحفظ القاموس. لان دي اللغه المتداوله في الكلينيكال. يقول لك عيان عنده لاجو في صلبوس يبقى انت تفهم ان هو عنده inability to close the vertebral fissure. يبقى العيان هنا عنده لاجو في صلبوس. inability to close the vertebral fissure. طيب بص بص يا سادة الكرام احنا لما بنيجي ننام بقى بالليل عيننا بتروح فين؟ up and out. عيننا بتشفت up and out. انت لما بتنام كده بالليل طبعا انت مش هتشوفها، هتشوفها ازاي؟ انت تبقى نايم تشوفها في حد تاني تمام؟ وعادة لما بننام في ناس تنام عينها مفتوحة سنة تقوم تلاقي البياض ما تلاقيش الايه؟ الكورنيا في مكان. دي ظاهرة اكتشفها الراجل بيل، عارفين بيل بتاع بيلز فينومينا؟ وبيلز بص بتاعت الفيشيا دي اسمها بيلز فينومينا بقى، هي دي بيلز فينومينا. بيلز فينومينا، بيل وابوستروف اس يعني، بيلز فينومينا تمام؟ ان العين بتاعتنا بالليل شيفتنج اب اند اوت. عايز اقول لك معظمنا كده. لما تروح النهارده تلاقي اخوك نايم وبتاع بالراحه كده وبادب شديد جدا تفتح له عينه بالراحه كده وهو نايم، هتلاقي عينه شفت بس ما بقاش صحته محترمه ولا يديك على قفاك ولا خلي بالك بالقصه دي يعني نقي واحد الطيب اللي فيهم ها وانت عينه بالراحه كده هتلاقي عينه شفت اب اند اوت وهو نايم. في ناس بقى ما عندهاش بيلز فينومينا ولذلك تلاقي الام تقول لك تقول لي الواد مش ده لاقيه ملق ذئاب. ليه لقيه ملوك مش ذئاب ليه؟ بيعمل ايه؟ تقول لي ينام زي الذئب كده عينه في نص راسه كده. لدرجه هي ساعات كتير يبقى نايم الواد عيني وبتاع بس ايه؟ عينه مفتوحه سنه فتلاقي الكورنيا لسه في النص، تقوم تتخيل ان هو ايه؟ بيضحك عليها. تروح لطشان بقى يلاقيه يا ابن الذين بطل بقى. اقول لك ايه دي ايه بس مش عارف يا ربي ليه بتعمل كده؟ الست دي بتعمل لي كده ليه؟ مش فاهم الواد ايه اللي بيحصل. ليه طول ما بنعمل لها عينين فوق راسه كده؟ طبعا دول بيبقى عندهم خطوره شويه على العين. هقول لك ليه. بص احنا بننام كده فموستلي عينا بتطلع تستخبى تحت مين؟ الافر ايليد. الا اذا كان في لاجو في صلبوس مش كلها هتعرف تستخبى. خلي بالك احنا بناخد اكسجين ازاي؟ احنا بناخد اكسجين من الهواء دايب في مين؟ في التير. نو تير نو اكسجين كده من الاخر. نو تير نو اكسجين. وبالتالي الحته دي بالليل لما تنشف يمكن في النهار هو هيقعد يحط قطرات ميه وبتاع لما تحرقه، بالليل مش واخد باله او لما كان كوماتوز او لما كان نايم او تحت الانستيزيا تمام؟ تقوم الحته دي الدموع تنشف من عليه. طب لما تنشف الابسيليم هيقع. تاني يوم الصبح بص بقى دي البيلز فينومينا اهي صغيره البيلز فينومينا الاي شيفت اب اند اوت تمام؟ بص بقى اهي تعمل له حاجه اسمها اكسبوجر كيروتوكس. بص تاني يوم بقى لما يصحى شوف العين بقى لما تنزل تحت تلاقي ألسر هنا. توصف لي الألسر دي كده من فضلك فين؟ في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا. بس لاحظ بقى حاجه ليها ستريت ابر بوردر. طبعا انت اول ما تقول له ليها ستريت ابر بوردر هيقول لك ليه ستريت؟ مين اللي رسم الستريت؟ الايدج المارجن بتاعت الليد هي اللي رسمت الستريت ابر بوردر دي. لان ده كان الحد الفاصل. بص شوف العين اهي الحته دي اللي هتنشف ودي اللي هتبقى التريتد الصبح يبقى شكلها عامل كده. دي اسمها بقى ألسر ويز لاجو في صلبوس او ساعات الكتب الفرنساوي تكتبها ألسر اي لاجو في صلبوس. ألسر بدل ويز تشيل ويز تحط ايه؟ هي هي بس دي فرنساوي دي انجليزي. ففي ناس تقول ألسر اي لاجو في صلبوس او ألسر ويز لاجو في صلبوس. لا احنا اصلا عندنا بيلز فينومينا عندنا بتشيفت فين؟ اب اند اوت. المفروض ان انت لو عينك مقفوله هتبقى عينك تماما فين؟ انت من رحمه ربنا فينا على فكره البلج بنومنا دي. ليه؟ عشان لو البلبيبرال فيشر بتاعك كان موارب نص الكورنيا اللي قدام البيو ما ينشفش. انت فهمت القصه دي؟ فربنا سبحانه وتعالى عشان يضمن لك ان عينك تبقى متغطيه تماما بيخلي العين تروح فين بالليل؟ بلج بنومنا اب اند اوت. تبقى تماما متغطيه تحت الابر ايديت. ده هو مشكلته بقى ان هو ايه؟ عنده لاجو في صلبوس. عنده لاجو ايه؟ لاجو في صلبوس تمام؟ مشكلته ان عنده لاجو في صلبوس.
ما هو نايم، هو ما بيبقاش متحرك كتير، ده انت الريب موفمنت والحاجات دي بتاخد فيو سكند بس في النوم مش على طول. موستلي تبقى عينك هاديه. تمام؟ اهي ارثر ويز لاج اوف سارمس، اهي شكلها عامل كده، بص عامله ازاي؟ شكل الارثر ويز لاج اوف سارمس انا اللي راسم اللون ده عليها اهي، دي كانها واخده فلوريسين ستيت. شكلها يبقى كده. في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا، في اللور نيزل كمان. لور ثيرد اوف ذا كورنيا ويز ستريت ابر بوردر. انت عارف دي لو ما اتعالجتش هتتخرم الكورنيا دي، وهتبقى فيري ريزيستنت ارثر لان مفيش عليها تير. طالما مفيش تير مفيش اوكسجين، مفيش اوكسجين مفيش هيلينج. خلي بالك. نعم. لا بالنهار بقى الدكتوره بتقول بقى كلام جميل قوي، بتقول لك يمكن بس احنا عشان ما خدناش اللاكريم اللي هي اندفعت في القصه دي، تقول لك ايه بالنهار مش بيبقى عليها تيرز، التيرز البيزك هتنشف بسرعه لان عينه مفتوحه زياده عن اللزوم. احنا عندنا مش واخده على كده، في تيار هواء بقى شديد دلوقتي. نمره اثنين، كل شويه لما يجي له حرقان شديد المطافي تشتغل اللي هي المين لاكريمال جلاند. عندنا مين لاكريمال جلاند بتشتغل ريفلكس بس على فكره، لكن الجلاند الكبيره دي عامله زي المطافي. هو احنا كل ما بنحب كوبايه ميه عايزين نشرب كوبايه ميه، المطافي تيجي تروح حاطه الخرطوم في بقنا ولا بتيجي ساعه الحريقه؟ طب ساعه الحريقه والعياذ بالله. فهي المطافي يعني احنا اقصد ان احنا عندنا ايه؟ في حنفيات صغيره بنشرب منها دي اللي اسمها اكسسوري لاكريمال جلاند، دي اللي شغاله معايا 24 ساعه. ساعه الطوارئ دي اللي بتشتغل اللي هي الايه؟ المين لاكريمال جلاند. فالعيان ده عينه تنشن والنيرفز تبقى اكسبوز والابسيلم يقع، يقوم يعمل له سيفير ايه؟ بين. يروح البين رايح في خمسه وراجع في سبعه، عامل لك شويه ايه؟ لاكريميشن، تلاقي عينيه تدمع شويه كده وبعدين تهدى تاني وهكذا. بس ده مش هيلثي لان في وقت العين فيها مش هيبقى عليها تيرز او فلويدز عليها. تمام؟ يس سر. مش اللاج اوف سارمس اللي عجبها، لاج اوف سارمس دي حاجه في الليد وبيلز فينومي دي حاجه في العين. يس. هو مش عارف ايه في العينه، ما انت لما عينك بتروح لفوق كده المفروض الابر ليد ده يكون نازل مش مفتوح قوي كده. لما يعني عيني بتروح اب اند اوت بالليل وانا نايم، المفروض ان انا وانا بنام بفتح عيني قوي كده، ها؟ ولا ببقى قافلها؟ فمجرد بس ان العين تطلع لفوق شويه صغيره الابر ليد مغطيها خالص. تمام؟ انما عشان في لاج اوف سارمس الحته دي هتبقى اكسبوز زي ما شفناها في الرسمه بالظبط كده. ده اهو بالظبط كده، بصي دي ذس وات هابن بالليل اهو. بس نتيجه ان الابر ايليد ما اتقفلش فيشر بورسي وده ما اتقفلش، فالحته دي بقت اكسبوز. تمام؟ فده المنظر التيبيكال بتاع الالثر ويز لاج اوف سارمس، يبقى شكلها عامل كده. يس. الاكسسوري لازم لها ثريشولد، لازم ثريشولد. تمام؟ يعني انت لما مثلا ايه بتولع ورقه وترميها على الارض المطافي بتيجي؟ ولا لازم حريقه تكون شديده شويه عشان المطافي تشتغل صح؟ انما حريقه صغيره كده انت بتطفيها انت بمعرفتك مالناش دعوه. ايوه حبيبي، ولا لازم ثريشولد؟ في حاجه مفيش، في اختراع في الطب اسمه ثريشولد، لازم توصل لثريشولد معين عشان تشغل الايه؟ الاكسس، تشغل المين لاكريمال جلاند دي. الاكسس اللي ما بتشتغلش ريفلكس دي بتشتغل بيزك. يعني زي الموظف اللي بيعمل شغله الروتيني خد مكافأة ما خدش مكافأة وبيعمله. لأن مش بطلت، هي بطلت، هي شغالة عادي جدا، بس أنت اللي طلباتك زادت. عينك بقت مفتوحة زيادة عن اللزوم وما بيحصلش بلينكينج. فأنت أنت اللي احتياجاتك زادت، هي ما بطلتش. أنا جبت سيرة إنها بطلت. أنت اللي احتياجاتك زادت. إن عندك لاجو إيه؟ لاجو في صلبش. عينك مفتوحة ما بتتقفلش. يبقى شفته بالنعمة انك تقفل عينك دي، انك تحافظ على شويه التيرز اللي عندك موجودين كل شويه. طيب بصوا بقى، ناس كبار في السن، بص شوف الكورنيا كده بذمتك مش عامله زي ما تكون فار واكلها؟ عشان كده سموها رودنت ايه؟ رودنت ارثر. عشان كده سموها رودنت ارثر، رودنت ارثر. رودنت ارثر يعني قرحه متاكله، زي ما يكون حاجه واكله الحته دي فار واكلها، دي معنى رودنت ألسر. اللي اكتشفها راجل اسمه مورن وسماها مورنز ألسر، او اللي بيسموها رودنت ألسر اوف ذا اي. خلي بالك ساعات السيد ده السؤال ده في الشفا بيقول لك ايه رودنت ألسر اوف ذا اي؟ تمام؟ انت عارف رودنت ألسر في الجلد اللي هي البيزر سيل كارسينوما، انما عندنا رودنت ألسر اوف ذا كورنيا اللي هي المورنز ألسر. خلي بالك
دي ألسر بتيجي في الناس الكبار في السن. هحكي لك القصه عشان ما تنساهاش. ألسر بتيجي في الناس الكبار في السن extremely painful و sometimes bilateral. sometimes تيجي bilateral خلي بالك. وليها advanced undermined edge و healing sloping edge. الله بشبه مين؟ شبه الثلاثة اللي بيمشوا. ما دي الثالثة بتاعتهم بقى، زودها بقى من فضلك عشان ده سؤال MCQ. هقول لك الألسرز التالية are moving in the cornea except hypobian ulcer due to pneumococci, fascicular ulcer, Mourin's ulcer ودندريتك ulcer. مين فيهم اللي ما بتمشيش؟ دندريت ما تمشيش. عرفت بقى السؤال يجي كده ازاي؟ اقول لك ايه الألسرز التالية are moving in the cornea except. او في الشفوي اقول لك ايه الألسرز اللي moving في الكورنيا؟ قولهم لي enumerate الألسرز moving في الكورنيا. يس yes. يبقى دي اسمها المورنز ألسر. تمام. دي بتيجي في البريف. خلي بالنا من حاجه، احنا عندنا ساده كرام عندنا في موضات بتحصل في الطب. خلي بالكم بقى اشرح لكم القصه دي ماشيه ازاي. في موضه بتحصل في الطب ايه هي؟ اول زمان ايام الخمسينات والستينات كانوا لسه مكتشفين الكوليسترول والاثروسكليروزس وبتاع، فكان اي حاجه ليها علاقه بالاولد ايج يقول لك دي اثروسكليروز. فالقصة دي كان يقول لك ايه؟ دي كورنيا اسكيميا، اصل الليمبال فيسز اللي هنا حصل فيها اثيروسكليروزس وعجزت فحصل اسكيميا. لدرجة ان كانوا يقولوا لنا ايه؟ العلاج بتاعها انك تجيب بلاد فيسل تحطه على الالسر. عملية اسمها ايه دي؟ كونجنكتيفو بلاستي، صح؟ كنا نعمل كده تلاقي الالسر كونجنكتيفو راجعة مكانها وما مسكتش في الالسر خالص. والالسر بتزيد. خلي بالك بقى الالسر دي بتزيد ازاي؟ بتزيد هنا ناحيه السنتر وانيولر، يعني تلف انيولر سبريد انيولر وناحيه السنتر. تمام. بعد شويه في السبعينات اوائل السبعينات بتاع طلعت الايمينولوجي او اياميها طلع الهرمونال، فاي حاجه كان ليها علاقه بالبيبرتي كان يقول لك هرمونال او المونوبوز تبقى هرمونال. ماشي. بعد شويه طلعت الايمينولوجي بقى، فكانوا يعملوا بقى ايه؟ انتي بودي، يشوفوا انتي بودي تتر لاي حاجه، فلقوا الناس دي عندها انتي بودي تتر عالي ضد الابسيليوم بتاع الكورنيا. قال لك بس تات والاناث. ما دام انتي بودي تتر عالي ضد الابسيليوم بتاع الكورنيا يبقى ده ايه؟ اوتو اميون ديزيز. صح؟ يبقى علاجه ايه؟ طبعا استيرويدز. هارينا العيانين دي استيرويدز. هاريناهم استيرويدز. تمام؟ ومع هذا ما كانوش بيخفوا. بالعكس ده بص شوف الالسرز بتبقى عامله ازاي؟ رهيبه وبينفول جدا. خلي بالك سيفير بين از ويز ذا دايجنوزس اوف مورنز ألسر، مش اجينست، لان دي بنجيبها في الستيتمنت اللي هي ترو فولس. سيفير بين از ويز ذا دايجنوزس اوف مورنز ألسر، مش اجينست، ويز ذا دايجنوزس. تمام؟ ألسر بينفول جدا وتلف الكورنا كورنيا انيولر، بص وصل لغايه فين؟ واخده تقريبا ثلاث ارباع الكورنيا اهي، وتروح سنترال كمان. بص وليها ادفانسد ايدج ناحيه جوه اندرمايند وهيلينج سلوبنج ايدج فاسكولارايز الناحيه الثانيه. عشان كده هي واحده من ثلاثه ايه؟ موفينج كورنيا، موفينج ألسرز في الكورنيا عندنا. بص 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 الالكترو مايكروسكوبي، سكاننج الكترو مايكروسكوبي خدنا في التجويف بتاعت الاندرمايننج. شوف الكافيتي اللي انت شايفه ده، المغاره اللي انت شايفها دي، ده دي الاندرمايند ايدج. بيوريك يعني ايه كلمه اندرمايند ايدج. تمام؟ اندرمايند ايدج. بص الالسر انيولر وسنترال. انا عايز اقول لك حاجه، انت الحاجات دي كلها متصوره في اقوى مستشفيات الرمد في العالم، ومع هذا العينين دي بتسوق كده. بص عامل ازاي؟ وشوف الهيلنج، طب اهو اللي كانوا بيقولوا عليها سكيميا، طب اهي فاسكولاريزيشن ولا تيست، ومع هذا جوينج انيولر and central and sometimes it causes spontaneous perforation. تمام؟ دي مورنز ألسر. يبقى الأول جربنا كونجنكتيفو بلاستي ما نفعتش، جربنا إيه؟ ستيرويدز ما نفعتش، قال لك طب اعمل كوترايزيشن وبوظ الأنجل أنتي بودي رياكشن ده ما نفعتش. لما أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقيك بتسعى بتسعى في اتجاهات معينة كده وفعلا أنت جاد في هذا، قد خدت بالك ازاي؟
يعني زي الآية ليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني الناس المسيحيين اللي مش عارفين دي الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده حيرة قلبية انه عايز القبلة بتاعت المسلمين تبقى حاجة غير بيت المقدس، فربنا هداه لما لقاه عنده الحيرة دي هداه لان القبلة تبقى في الاتجاه الكعبة. المهم دي بالظبط ربنا يبعت لك حاجة كده تنور لك طريقك وانت مش عارف ازاي. بص انت عارف الكلوروكين، سمعت الكلوروكين؟ مش ده كان بيستخدم في علاج الملاريا صح؟ وبعدين مره بالصدفه عيان فقري عنده ملاريا وعنده روماتويد ارثرايتس، ده مش عيان فقري ولا حاجه، ده عيان نفع البشريه كلها بعدين، بس هو كان حظه فقري ان عنده المرضين، فبياخد كلوروكين لعلاج مين؟ الملاريا. لقوا ركبه اتحسنت قوي، الملاريا ما خفتش، الملاريا ما خفتش، ادوله كلوروكين عموه كلوروكين ما خفش الملاريا، انما لقوه بقى زي العفريت قام وتنطط ومفاصله واتعدل. لدرجه دلوقتي عايز اقول لك ان الكلوروكين بيتباع اساسا عشان الايه؟ الروماتويد ارثرايتس. اتنست حكايه الملاريا، طلعوا ادويه ثانيه للملاريا. خدت بالك ازاي؟ انما الكلوروكين ناو داي واياميها ما كناش عارفين ايه السبب. وبتوع الروماتولوجي ما كان كل حاجاته بقى يقول لك ايمنولوجي وانون ريزون ومش عارف ايه، فما بيصدقوا اي دراج شغال معاه. كانوا شغالين بيه بيشتغل ازاي؟ يقول لك مش بيشتغل ازاي؟ تعبيط رايح الزبون العيال بيرتاح بيه اديله. ابتدى بعد كده بقى يقول لك اه ده مش عارف بيعمل انهيليشن لايه وسيل ايه ومناعه ايه وبتاع ايه، لاقوا له مخرج في الاخر تمام. انما فور ايرز اند ييرز استخدم امبيريكال. امبيريكال يعني ايه؟ تجارب شخصيه كده. هنا واحد بقى عيان من بتوعنا دول، خدت بالك ازاي؟ اللي هو الرسائل بقى ربنا بعتها لنا، عيان من دول بتوعنا بتوع المورنز اكثر طلع عنده ايه؟ هيباتايتس. حظه كده عنده هيباتايتس. فبيدوا له ايه العلاج الهيباتايتس دي؟ بيدوا له حاجه اسمها الانترفيرون. عارف الانترفيرون؟ اللي هو الانترلوكين، نوع من انواع الانترلوكين اللي بين الخلايا وبعضها زي ما قلت لك. فالانترفيرون بيدوا له علاج الهيباتايتس. كان عنده المورنز، لقوا المورنز بتتحسن. اللي احنا مش بقى لنا 100 سنه مش لاقيين لها علاج، اللي هو بتتحسن فجاه كده. فالناس بس بتتعال ايه انت بتاخد ايه؟ قال لهم ده انترفيرون. اتحسنت قوي كده ازاي؟ من الانترفيرون. ابتدى دلوقتي في اربع مراكز في العالم شغاله على قصه الانترفيرون في علاج المورنز ألسر دي، والنتائج هتبتدي تتنشر فيري سون، قريب جدا. ده يوريك ايه بقى؟ ان القصه فيها ريحه مين؟ ريحه فيروس. ما دام اتحسنت بالانترفيرون يبقى في ريحه ايه؟ فيروس في الموضوع. احنا ما كناش واخدين بالنا من القصه دي، عشان كده لا تحسن بالبلاد فيسلز ولا تحسن بمين؟ بالكورتيزون قبل كده. خدت بالك ازاي؟ لا تحسن بده ولا تحسن ده. فعلا العيان ده انا شخصيا شفت عيانين مورنز ألسر قعدوا عندنا في المستشفى هنا بست اشهر ياخدوا علاجات وبتاع وعمليات ومش عارف ايه، وفي الاخر الموضوع برضه زي ما دخلوا زي ما خرجوا. بل بالعكس العيانين كانت بتسوق واحنا بنتفرج عليهم. فدي ألسر بالألسر الرهيبه جدا زي ما انت شايف الكورنيا بتتاكل. اتس رودنت ألسر اوف ذا اي. شفنا القصه دي؟ فاكرينهم العيال دي؟ مين دول؟ مرازمس وكواشر كور ابن عمه، واخد بالك؟ بص مرازمس عامل ازاي؟ زي الميدالية قلت لك، جلد كده على العظم كده، والتاني ملظلظ. ده ملظلظ ليه؟ عشان عنده إديمة، ده مليان إديمة ما عندوش بروتينز خالص. عشان كده الإديمتس ده كربوهيدريت تشايلد ده. خدت بالك؟ ده كواشر كور. قلت لك دول بيجي لهم أكيوت فيتامين إيه ديفيشنسي، تعمل لهم حاجة اسمها كيراتو ماليشيا. عادة بيموتوا ببرونك نومونيا. إن عاشوا بيحصل لهم إيه؟ بص الجسم يغطي نفسه بالفايبرين السيريال والايرس ولا ايه، وبعدين يجي المبيض الاعمى اللي هو مين؟ الانفيليوم، يروح مغطيها لنا بطبقه انفيليوم ويعمل لنا توتال انتيريور ايه؟ ستافي اللي هو ما لهاش ده قبل كده، وطبعا دي بتبقى بلايند بينفول هارد تمام؟ طيب سكند كورني الالسر بقى السكند تو كونجنكتيفايتس. بص شفت يعني ايه رمض صديدي؟ شفت يعني ايه الناس اللي عندها كوميونتي كومبيت فلايز؟ شفت الفلايز بتعمل فينا ايه؟ تخيل بقى الواد ده معمص والفلايز عماله تجري وبيلعب مع اصحابه كده. ما بصوا ما تعملوش بقى فيها انفيين، عندنا في ناس كده في الارياف، عندنا في القاهره في الاسلام ارياز، روح عند المقطم والدويق والحته دي هتلاقي عيال عامله كده. بالمنظر اللي انت شايفه ده. تمام؟ وعينيها معمصه ودبان وقرف
وبيعود العدوى وتنقل الانفكشن. بلاش انت نفسك يا دكتور بتنقل الانفكشن العيان بتوعك. لو انت فحصت عيان زي ده وما غسلتش ايدك واحترمت نفسك وفحصت العيان اللي بعده انت ترانسميت الانفكشن. بلاش. لو واحد عينه معمصه كده تمام وحطيت له جهاز التونومتر اللي بيقيس ضغط العين وما عقمتوش ورحت حاطه في عين اللي بعده، واخد بالك ازاي؟ طبعا ده نقلت له انفكشن، الانفكشن هنا يتنقل بسهوله. تمام؟ اتفضل. فده الانفكشن يتنقل بسهوله من عيان لعيان. انت عارف عملنا في عياده رمض عندنا احواض في اوضه الكشف، روح اتفرج عليها كده تلاقي الامتياز حاطين شنطهم فيها معلقين البلاطع الحرفيه وعند البلاعه تحت اللي معلقه شنطتها ومحطه يا خنافس في ايه ده؟ هو الغدة احنا عاملين ديكور، ده معمول عشان حضرتك لو شفت حاله كده مش عارف ايه. ولذلك هم بقى ما هو يعني ايه ربنا هيسلط عليهم انفسهم. ليه؟ هم بقى لما تيجي ان هو ما بيكسروش ايدهم خالص طول ما هم بيشفوا على العينين يروحوا داعكين في عينهم طول النهار، تلاقي العيال الامتياز عينهم بايظه، اللي واخد تراكوما واللي واخد رمض صديدي واللي واخد مش عارف ايه، قاعد بقى واقف وبيهزر وبياكل سندوتش يروح داعك لك في عينه يجي انفكشن. فطبعا احنا بنشارك في ده ترانسميشن اوف انفكشن. المهم ده احنا هناخد حصه كامله بعد كده عن الام بي سي ده. بص العين بتبقى مليانه صديدي ازاي؟ تمام؟ طيب بص بص الكونجنكتيفا بتورم ازاي؟ إديمة كيموزس في الكونجنكتيفا، انت حاسس ان الكونجنكتيفا عامله زي البالونه وطالعه كده بره؟ لا باينه قوي هنا. تمام؟ طب بص شوف بقى الباثولوجي الجميل. يس إديمة في الكونجنكتيفا. يس بصوا مش دي الكورنيا؟ عرفت منين؟ الابسيليم المسطره الابسيليم ده بتاع الكورنيا ده، الحته دي اسمها ايه؟ انتير شيمبر. ده الايرس عرفت منين؟ الباك سيرفيس لونه بلاك، والحته دي بس اسمها البوستيريور شيمبر. ودي مين دي؟ اللينس. والمين اللي ماسكها هنا؟ الزنيول. وده مين ده؟ السيريال بود. وهكذا. طب الابسيليم بتاع الكورنيا ذا ليمبس بيكمل مع مين؟ الابسيليم بتاع الكونجنكتيفا. بص بقى هنا الكونجنكتيفا حصل فيها ايديما كيموزس، فالحته دي لوسلي ادهرنت اندرلاين ستراكشر عشان كده بتورم تقب لفوق كده، فبقت الكورنيا طالعه لفوق هنا والكونجنكتيفا طالعه لفوق هنا عند منطقه الليمبس. الحته دي طبعا الحته دي موجوده حوالين الكورنيا كلها، خلي بالك. بص الحته دي اللي هي فيها الكونجنكتيفا طالعه والكورنيا طالعه اللي هي الحته دي طول اربع يعني 360 درجه، واخد بالك؟ احنا واخدين بس كات سكشن فيها. الحته دي بيسموها جتر، جتر جتر بالانجليزي يعني انايه بالعربي. الانايه بالعربي هي مصغر القناه، تمام؟ بس عادش بيقول قنيه، صعبه تقيله على اللسان، بيقولوا عليها انايه في الفلاحين عندنا يقولوا عليها انايه. تعرفين الانايه اللي بتبقى جنب الغيط بتبقى فيه حفره كده عاملينها بتمشي بيها الميه؟ عارفين يا ارضنا العطشانه وبتاع زي الميه ماشيه، مش بتشوفوها في الاعلانات ولا ايه؟ وعايزينها تبقى خضرة ومش عارف ايه الحاجات دي. اه صباح الخير يا مصر، بيجيبوها كتير قوي البرنامج الزراعي. تمام؟ شفت المناظر دي؟ هي البتاع اللي بيمشي المايه دي، واحد يروح لابسها بايده جايه تلاقي المايه ماشيه فيها، دي اسمها القنايه. عشان الخنافس اللي شايفه القصص دي. تمام؟ عشان في ناس قاعده مزهوله، ما عارف ايه الالفاظ اللي بيقولها الغريبه دي. المهم الحته دي بقى بص هيتجمع فيها بص ايه؟ صديد. الديسشارج العماص اللي انت شفته ده، ده بص الله، هو الصديد ده مش بيتكون من باس سيلز؟ والباس سيلز بتطلع ايه؟ بروتيوليتك انزيمز. فالبروتيوليتك انزيمز لما تقعد لمسه الابسيليوم ده فور لونج تايم تعوره، تاكله توكسنز، تاكل الابسيليوم. فدي بروتيوليتك انزيمز دي تفسر لك المارجنال كورنيال ألسن. بس خلي بالك في نفس الوقت بص الإديمة هنا ضغطت على الفيسل ده، فاكر الفيسل ده مين؟ ده الانتيرو سيريال، وهو داخل السيريال بودي اهو، الانتيرو سيريال فيسل ضغط عليه هنا، يقوم يحصل ايه في الكورنيا؟ مش ده واحد من ثلاثه بيوكله الكورنيا؟ مش احنا قلنا الكورنيا بتاخد ايه من هنا؟ اكسجين، وبتاخد ايه من هنا؟ جلوكوز، وبتاخد البروتينز والمعدات الثقيله من هنا، صح؟ اذا لما تعمل فيها سكيميا مين اكتر حته تتاثر؟ البريفرال ولا السنترال؟ البريفرال ولا السنترال؟ مين ابعد حته عن البلاد سبلاي؟ السنترال طبعا. هو لما الماسوره بتاعت بيتنا تضيق مين اكتر واحد هيعاني؟ اللي في السابع ولا اللي في الارضي؟ اللي في السابع طبعا، لانك انت بعيد عن مصدر الماسوره.
فهنا اللي في هنا ده في الارضي ده مش هيتاثر، انما اللي هيتاثر اللي في السنتر. عشان كده في نوعين من الالسر بتحصل عندنا في الحالات دي، سنترال اند مارجنال كورنيال الالسر. اوعى تنساها بقى ان كومبليكيشن للام بي سي ميوكوبيورنت كونجكتيفايتس از سنترال اند مارجنال كورنيال الالسر. طب المارجن اشمعنى الحتتين دول؟ عشان عارف انت تجمع فيها صديد بعد كده تبقى انيولر. بص الالسر بتبقى انيولر، خلي بالك المارجنال الالسر بسبب ايه؟ الباس سيلز والبروتيليتك انزيمز. والسنترال الالسر بسبب ايه؟ اسكيميا. الباثولوجي مختلف، الباثولوجي مختلف، دي بسبب اسكيميا ودي بسبب الانتوكسيكيشن بتاعه الباس سيلز. فاكرين عارفين تراكوما؟ سمعت عن تراكوما؟ التراكوما دي مش عايز اقول لك دي دراسه عندنا قايمه بذاتها. ليه؟ لان ده مرض انديميك. انت عارف البلهرزيزس مش بتاخده في كل حته، الا بقى في العيون عندنا دي زي البلهرزيزس بتاعتها. كلمه تراكوما باللاتيني يعني رافنس، خشونه، حبيبات في العين. عشان كده اسمه الرمض الحبيبي، وحط على الحاء ضمه. إذا في طلبة يخش يقول لك رمض حبيبي، رمض قلبي، ورمض روحي، مش عارف إيه رمض حبيبي ده؟ يقول لك العيال عنده رمض حبيبي. عارفه أنا رمض حبيبي. سير هو. اسمه رمض حبيبي، حبيبات. هقول لك عشان ما تنساش كلمة رافنس دي، كان عندي وأنا في كنا في شمس تخصصي هنا، كان متعاقدين مع السفارات وبتاع. فكان في موظفة جت في السفارة اليونانية، جت مصر هنا. دي طول عمرها متربية في أوروبا. اتعينت موظفة في السفارة اليونانية هنا في مصر. فطبعا اول ما جت عملنا معاها احنا احلى واجب في مصر، خدت تراكوما. انت عارف اللي فينا مصر ما عندوش تراكوما؟ ده نشكك في جنسيته، ده لا مصري ولا عداش على مصر، يعني مش لاقي عندوش تراكوما. ده اما تشوف بقى يعني حتى ان شاء الله بتسافر امريكا بعد كده اوروبا وتبص معايا ما عندوش تراكوما، اقول له اوه يو دونت فيزيت ايجيبت بيفور. يس يس يو هاف تو فيزيت ايجيبت. تمام جيت سامتر. انت بتضحك، انتوا عارفين ان التراكوما دي من اسباب الليميتيشن بتاع السياحه عندنا؟ عارف كده ولا لا؟ ما هو بره السايح مش زي عندنا كده بيرمي نفسه في الطياره يلا على مصر ويجينا على مصر. لا مفيش الهبل ده، ده قبليها بسنه بيكون حاجز، قبليها بسنتين بيذاكر مصر وعادات شعوب مصر وهيشوف ايه وايه، وتلاقيه يسالك على شوارع يقول لك مثلا مش عارف خندق البير ادار مش عارف فين في شارع ايه. يخرب بيتك انت، ايش عرفك انت في خندق البير ادار؟ دي حاجه كده في خنادق الازهر كده بتاع، انت ايش عرفك بالقصه دي؟ تلاقي قاري تفاصيل التفاصيل. من ضمن التفاصيل اللي بيراها عن مصر ان مصر شهيره جدا بترجم. ده في خريطه الدبليو اتش او رسمها متعلقه على باب الدبليو اتش او كده، التراكوما في العالم حيث مصر في قلب الحدث. يعني مصر في نص الرسمه بالظبط. هتشوفوها، هتشوفوها الخريطه دي انا جايبها لكم عشان تعرفوا ليه السياحه مضروبه في مصر. تمام؟ طبعا طبعا واخد بالك التراكوما دي منتشر عندنا جدا. عندنا بقى في حصه كامله، لان اللي هيخش الامتحان مش عارف تراكوما ده بني ادم مش وطني، ده لازم مش نسقطه، ده هنقطع رقبته. عشان كده التراكوما دي في حصه كامله. المهم بص المهم التراكوما بتعمل نوعين من الالسر، هناخدهم كده ولما ناخد التراكوما هتفهمهم كويس قوي. بص هما نوعين من الالسر، واحده بتبقى بريفرال لينير. بص ارسمهم كده واكتب عليهم كده، دي بريفرال ولينير وات ذا ايدج اوف ذا بانس. عرفت يعني ايه كلمه بانس؟ سب انفيريال انفيتريشن اوف ذا كورنيا بكرونيك انفلاماتوري سيلز اند بلاد فيس. يبقى على حرف البانس ده بتاع التراكوما بيحصل ألسر لينير عاملة زي الخط كده، وبتكون سوبرفيشال ولينير وات ذا ايدج اوف ذا بانس. تمام؟ وبين قوسين سبيسيفيك فور تراكوما، ما بتحصلش الا مع التراكوما دي سبيسيفيك. طب الثانية سنترال نون سبيسيفيك ألسر، بين قوسين بسبب الفريكشن، مش في حبيبات وخشونة في الكونجنكتيفا، الفريكشن مع الكورنيا اكتر حته هتبقى فيها فريكشن هي المنطقه اللي في السنتر. تمام؟ بيحصل زي كالسيفيكيشن وحاجات زي كده على الباك سيرفيس اوف ذا لين، فبتعمل لنا فريكشن في الكورنيا تعورها في السنترال اريا كده، سنترال اند مارجنال كورنيال ألسر. المارجنال دي سبيسيفيك. خلي بالك البلاد فيسلز بترمي ليمفوسايتس،
البلاد فيسلز بترمي ايه؟ ليمفوسايت. تمام؟ طيب الليمفوسايت دي هتقلل البرفيوجن. ده لصاحبك اللي بيغش منك في الورقه ده، ايوه خلي بالك معايا بقى الحته دي. البرفيوجن هنا ايه؟ عشان ما ترجعش عشان تقلني. البرفيوجن هنا هيقل. بالذات ليه؟ لان البلاد فيسلز بترمي قدامها انفلاماتوري سيلز. ففي حته يبقى فيها سيلز ولسه الفيسلز ايه؟ ما دخلتهاش. هنا بقى البرفيوجن يقل. لما البرفيوجن يقل الانسيليم يحصل له ايه؟ ما يتغذاش يقع. خلاص؟ طيب الالسر دي اولموست اولويز سوبرفيشال. عمرها ما تجودي. تفتكر ليه؟ اصل اي بكتيريا هتقل عقلها وتخش الحته دي في ايه تحت الانسيليم؟ سب انسيليم انفلتريشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. عارف يعني ايه كرونيك انفلاماتوري سيلز؟ يعني ليمفوسايت، يعني ماكروفيج. ماكروفيج بيج ماوس، المعدات الثقيله هتاكله، ما تسمحلوش يخش جوه لان تحتيها في انفلاميشن اصلا. تمام؟ عشان كده اتس اولموست اولوست تبقى سوبرفيشال ألسر بالشكل ده. This ulcer going with traco. تمام؟ traco. تعال نشوف الديجنراتيف بقى كورنيال كونديشن. بص اما تروح البيت النهارده باذن الله، او اللي فينا في المدينه مروح يوم الخميس ولا حاجه، يروح يسلم على جده كده وايه يبوس ايده بتاعه ويقعد معاه شويه ياخد منه خبره، وبص في عينه، بص في عين جدك اذا كان عايش، اذا كان مات تمام بص في صورته او ترحم عليه مفيش مشاكل. بص عشان بعد ما يقول لي اه جدي ويشحتف لي في الحصه، مش مهم يبقى كلنا عندنا جدنا عادي مش لازم. بص المهم لو بصيت في عين جدك كده هتلاقي عنده دايره بيضاء كده في البريفري وذكرني. الدايره دي اسمها اركس. اركس باللاتيني يعني دايره. سينيلس يعني سينايل اركس، بس هما بالانجليزي يقولوا عليها اركس سينيلس. سينايل اركس او اركس سينيلس، بس هي اسمها اركس سينيلس. دي بتبقى بص موجوده فين؟ ان ذا بريفري اوف ذا كورنيا. With clear interval between the opacity and the sclera. Clear interval دي اسمها ليوسيت، ال يو سي اي دي، ليوسيت انترفال اوف فوكت. فوكت في او جي تي. فوكت ده اسم الراجل، الراجل اسمه فوكت. مين اللي عنده شرع؟ ارفع ايدك فوق. خدتوا ليوسيت انترفال؟ اللي هو التايم بتوين كونكشن اند كومبريشن ويتش ذا بيشنت كلينيكالي فري؟ فاضي. كلمة ليوسيد على فكرة يعني فاضي. التايم الفاضي أو الوقت الفاضي اللي هو التايم بتوين كونكشن اند كومبريشن مفيش العالم ليوسيد. لأن مرة بنسأل طالب يعني إيه ليوسيد انترفل؟ طبعا معروف طبعا العالم الأجنبي الشهير ليوسيد ده عمل حاجتين السنة دي. عمل واحدة في الشرعي اسمها ليوسيد انترفال تايم بتوين كونكشن كبو، عاملين واحده في الرمض كمان مجمع يعني كمان مجمع. كلمه ليوسيد يا ساده الكرام يعني خالي امتي. ليوسيد انترفال يعني المساحه الفاضيه. ليوسيد انترفال الاوتر بوردر تبقى فيري شارب شارب. تمام؟ ويل ديماركيتد. الانر بوردر فينت اواي ويز ذا كورنيا. Is it vascularized? No. It is non-vascularized. And it doesn't affect the vision. تعالى بص لك. بص انت شفت ظاهره كده. عايز يبقى عندك الامبيشن انك تبقى عايز ايه؟ ليه حصل كده في الكورن؟ تمام؟ ليه حصل كده في الكورن؟ بص اركس سينيلس حصلت ليه؟ الناس الكبار في السن بيبقى عندهم هايبر ايه؟ كوليسترولينيا. مش دي اللمبه الفيسلز بتاعتنا؟ الانتيرو سيلابس عددهم كام؟ خلينا ننام بقى ما تذاكرش. عددهم سبعه. اثنين مع كل ريكتاي واحده بعد مع اللاترال ايه؟ ريكتس. سبعه انتيريو سيريز. الانتيريو سيريز دي وهي معديه هنا عند الكورنيا مش بتعمل بليكسس قلت لك هنا؟ البليكسس دي بتغذي الكورنيا بايه؟ بالبرفيوجن. نتيجه زياده الكوليسترول الشديد اللي حصل في دم هذا الرجل كبير في السن ابتدى الكوليسترول يطفح يطلع بره البلاد فيسلز ويترسب في الكورنيا. تمام؟ يترسب في مين؟ في حروف الكورنيا. اذا اللي انت شفته ابيض ده ده الكوليسترول مترسب في حروف الكورنيا. مترسب في حروف ايه؟ الكورنيا.
وبعدين الليمبال فيسز تبص كده على الكورنيا وتزعل جدا، تقول لك يا دي المصيبه، انا ايه اللي عملته ده؟ ايه الخطيئه اللي انا ارتكبتها دي؟ انا رميت كوليسترول في الكورنيا، الكورنيا اللي كانت ترانسبرنت طول عمرها، الراجل عايز 70 سنه بيها ترانسبرنت، انا رميت فيها، ده دي حاجه قله ادب. يلا الماكروفيتش خشوا نضفوا من الكورنيا اللي احنا بوظناها دي. شوف شوف، بس الماكروفيتش عارف يعني ايه؟ يعني بيج ماوس، خلايا مقلبصه كده كبيره كده، والكورنيا بتاعتنا اصلا كومباكت، فالماكروفيتش ما بتعرفش تمشي فيها حته كبيره، تقوم تخش ايه؟ تاكل حته وتروح راجع البلاد فيس، تاكل حته وترجع البلاد فيس، تاكل حته دي. عشان كده الاوتر بوردر كان ايه؟ كان شارب، بس هنا البلاد فيسز بتعمل عملتين في نفس الوقت، بترمي كوليسترول وبتنظف الحته اللي قريبه منها بس، الماكروفيج مش عارفه تخش تجيب الباقي، تمام؟ وطبعا واضح ان مين اسرع من الثاني، معدلات انها بترمي كوليسترول اسرع ما هي بتنظفها، عشان كده عملت لي المنظر بتاع اهو ديبوزيشن. طبعا الحته دي عشان فيها بليكشر داخله لجوه شويه فتلاقيها قليل الكوليسترول فيها، فاتمنى ياخد شكل دبل تريانجلز كده، ده في الكاست سكشن بتاع الاركس سينيلس، تمام؟ يبقى عرفت ليه بقى في كبير انترن اهو، بص بص شوف بقى المنظر ده اهو، الاوتر بوردر بص شارب، الانر بوردر بص فنت، يعني بيقف بالتدريج، انما هنا شارب، وكلير انترفال اوف فوكت اهو اركس سينيلس. ساعات بيسموه باللاتيني جيرون توكسون، اللي مش عايز يكتب اركس سينيلس يكتب جيرون توكسون، يعني جيرون، عارف جيرون اللي هو ايه؟ علم الاطفال اسمه ايه؟ بيدياتريك، علم العواجيز شيخوخه جيرياتريك، فجيرون من جيرياتريك، توكسون از ارك، ارك توكسون باللاتيني يعني ارك، فجيرون توكسون اللي هو الارك بتاع العواجيز اللي هو الاركس ايه؟ سينيلس. اهي بص شوف، طبعا انا عايز اقول لك بقى ما تبقاش بالسذاجه انك تروح بقى النهارده تقول لجدك لما تشوفه او جدتك في البيت، جدي خبر اسود عندك اركس سينيلس قوس العواجيز، خبر اسود يا جدي الكوليسترول طافح يا جدي، طافح ايه يا مجنون انت؟ ايه كوليسترول؟ جدك عنده 70 80 سنه بيلعب في الوقت بدل الضايع، خلي بالك هتقعد تقول له كوليسترول وكل بقى الزيت ذره وكل مش عارف ايه، ما خلاص اللي كان كان خلاص، تمام؟ انت ما تعرفش دماغك بقى بالقصه دي، يعني لما تقول له واحد كبير عنده 70 سنه اوه يو ار اثروسكلروتيك يقول لك طز فيك، انتهى بقى، طب ما دي قديمه ده انا بالخمسينات وانا بقول عندك اثروسكلروتيك، ايه الجديد في الموضوع؟ ها؟ طيب بص، افرض افرض ده بفحص واحد منكم لقيت عنده اركس، طبعا مع احترامي الشديد ليكم مش هسميه اركس ايه؟ سينيلس، انتوا مش عواجيز، انتوا من ناشئين، ناشئين اللي هم ايه؟ الجوفينايلز، اركس جوفينيلس، يبقى اركس جوفينيلس از سيم اركس ولكن ان يونج ايج، ده الاركس جوفينيلس بقى، اركس جوفينيلس او الجوفينال اركس ده اللي هو بتاع الناس الصغيرين في السن. هنا بقى لا الموضوع مختلف، ليه؟ لان ده عنده هايبر لايبيديميا وهايبر كوليستروليميا، خلي بالك الكوليسترول ده اختراعنا احنا، احنا اللي جسمنا بيكون الكوليسترول، وعشان يمشي الكوليسترول ده في الدوره الدمويه بتاعتنا لازم يشيلوا حاجه اسمها اللايبوبروتينز، ففي عندنا اللو دينستي لايبوبروتينز السيئه الخلق وسيئه المسار، والهاي دينستي لايبوبروتينز الحميده المسار، تمام؟ وبيعملوا ريشوز بينهم وحاجات زي كده في الاثيروسكلروز، صح؟ الكلام ده مهم ليه؟ في الناس الصغيرين في السن اقول له لا تعال 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 ده انت مصيبه، تعال ايه المناظر دي؟ انت عندك كوليسترول عالي جدا، قلت له طب اعمل ايه؟ قول له ده انت خايف، مش خايف على قلبك؟ ما اصل اللي هيحصل هنا هيحصل زيه في البلاد فيزز بتاعت مين؟ الكرونرز، تمام؟ وهيترسب في الكرونرز بتاع. طبعا عايز اقول لك حاجه، الكبار لما بيجي لهم انفاركشن غير الصغيرين لما بيجي لهم انفاركشن، يعني واحد كبير يقول لك ايه؟ اسكت انا دخلت الرعايه دي 7 مرات قبل كده، يا ابن الذين دخلت الرعايه المركزه 7 مرات وطلعت منها، يقول لك اه عادي بخش اظبط كده اصلا، اتعامل تخش الرعايه ده يعني كان عنده ايه؟ فاكشن، ده مش هزار، ده جاله 7 مرات انفاكشن وعايش ومساح، ليه؟ قلبه اتعود على موضوع الاسكيميا دي،
لما اخلي واحد عنده 20 سنه يجي له انفاركشن ده موت، ده فنتريكولار فايبريليشن وموت، فاهم ازاي؟ على طول دي مش هزار، لان ده قلبه لسه صغير مش متعود على الانفاركشن، مش متعود على الاسكيميا، فلما يحصل اسكيميا بموت على طول، دي مش هزار. يعني بتيجي على الصغير يقول لك انا دخلت الانعاش 7 مرات، لا مش هي، بيقول لك اول مره اسكت مش هتعرف، ما دخل الانعاش ومات، هتبقى الهيستوري كده. انما الثاني دخل الانعاش 7 و8 مرات عادي، مفيش مشاكل، ما عندوش مشكله. عشان كده ده لازم اهتم بيه، تمام؟ عشان كده ده اول سؤال يمكن في امتحان الام سي كيو بتاع الكورنيا اللي هتشوفه بعد ما نرجع من الاجازه، هقول لك ايه، واحد عنده 20 سنه والاكزامينيشن لقيت عنده بريفرال انيولار اوباستي وسكلير انترفال بتوين ات اند سكليرا، ايه اهم انفستيجيشن تعملها للبيشنت ده؟ بلاد كوليسترول ليفل ولا بلاد شوجر ليفل ولا بلاد يوريا ليفل ولا بلاد كرياتينين ليفل؟ ها بلاد ايه؟ كوليسترول ليفل او سيرم كوليسترول، يعني نعمل له سيرم كوليسترول، تمام؟ ده لازم يتعمل له ليبيد بروفايل كامل بقى كمان، واقول له لا 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 خلي بالك ده ما يصحش يبقى عندك حاجه زي كده، انما الكبار في السن انت صغار كالسنين بس وخلاص، تمام؟ يس. جاي يعمل نظاره. طب انا في ناس بتزارنا كده يا جدعان مش مرضى. على فكره انا بعتبر بتاع النظاره ده ضيف لذيذ جدا في العياده. ده واحد جاي يغير نظارته زي ما يكون واحد نازل يشتري مثلا قميص جديد، تيشيرت جديد بتاع، مزاجه يغير نظارته. تمام؟ بس انا بقى ايه؟ بنعمل بقى هنا بنستغلها كسكريننج. يعني نفحص العينين دي روتين، ساعات بقى نطلع جلوكوما، نطلع مش عارف زي الصيادين بقى، نطلع اللي ربنا يرزقنا بيه، نطلعه في الشغل مع الناس دي. تمام؟ في ناس تبقى جايه تعمل نظاره بس، يعني جاي يزورك زياره وديه كده بسيطه جدا. ممكن يبقى شايفها بيعتبرها عادي بقى، يقول لك ما مش عامله لي حاجه. يا سلام، هو كل واحد شاف حاجه في عينه جه كشف؟ يا ريت يسمع من بقك ربنا. تمام. بص يا ساتر، كيراتوكونس بقى القرنيه المخروطيه، وده مرض منتشر جدا. كيراتوكونس او القرنيه المخروطيه، كون لايك كورنيا، كيراتوكونس. اسمع معايا القصه دي من فضلك برضو عشان اسهلها لك وعشان ما تنساهاش. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، انا شخصيا واخد دكتوراه في الكيراتوكونس، ومش في الكيراتوكونس كلها، في الاندوثيليال سيل تشينجز في الكيراتوكونس في حتى، يعني عارف دكتوراه في حتى، انا واخد دكتوراه في حتى دي، واخد ده. فالكيراتوكونس هي دول ناس ليهم معزه خاصه جدا عندي، انا بشتغل معاهم تقريبا من سنه 88 89، وانا بشتغل مع مرضى الكيراتوكونس دول، وعندي منهم اصدقاء كتير جدا. يعني انا يمكن من الناس المعدوده في العالم مش في مصر بس اللي عندهم بيشنتس كيراتوكونس بالعدد الرهيب ده، تمام؟ فالكيراتوكونس ده مرض بيصيب الشباب الصغيرين، تين ايجرز، عارف من اول 13 ل 19، عارف تين اللي هو 13 14 15 16، دول يسموهم على بعض اسمهم ايه؟ تين ايجرز، تمام؟ المرض ده الاطفال دي بتبقى مولوده عاديه جدا. على فكره عايز اقول لك، على الرغم ان انا اعرف الافات من البشر عندهم كيراتوكونس، عندي 2 بس اخوات، وللاسف 2 دكاتره، 2 بس اخوات، تمام؟ لدرجه ان في مؤسسه امريكيه كبيره كانت عايزه تعرف الجينيتكس بتاعه الاخوات اللي عندهم كيراتوكونس، يعرفوا الجين بالظبط ويحاولوا يعملوا جين ثيرابي للموضوع، فكاتبين نداء على الانترنت ان اي دكتور عيون يعرف بيشنتس اخوات عندهم كيراتوكونس يبعت لنا، واحنا هنيجي ايا كنت في العالم في اي حته هنيجي احنا ناخد العينات بنفسنا، تمام؟ وناخد فاميلي هيستوري وناخد عينات من العيله ومش عارف ايه وبتاع، مالكوش دعوه. طبعا انا عرضت الموضوع على الولد والبنت دول اللي هم عندهم كيراتوكونس دول، الاخوات الدكاتره دول ما رضيوش الحقيقه، سوري، فخلاص ما بعتش، مش هروح ابلغ عنهم، ها لا احترم نفسك، الممارسه في الطب مش كده خالص، ها بلاش، ما فيهاش نداله، يعني فيها ذوق وادب واخلاق، انك قبل ما تمشي اي معلومه عن المريض بتاعك لازم تستاذنه، او تستخدم معلوماته في اي حاجه لازم تستاذنه، تمام؟ او لو هتصوره لازم برضه تستاذنه، يعني ما ينفعش تصور عيانه وهو نايم، عيانه وهو مثلا في اندر انستيزيا، ما ينفعش الكلام ده، ده بره الايسكس خالص. المهم كيراتوكونس ده مرض بيجي في التين ايجرز، لغايه دلوقتي مش معروف الاكزاكت كوز بتاع كيراتوكونس،
انما في حاجات كتير متهمه. من اشهر الحاجات المتهمه ان العيان يكون بيدعك في عينه ميكانيكال رابن، بس مش دعكه كده. الناس لا، العيال اللي عندها سبرين قطار اللي هم الناس اللي عندها اتوبي الرجيك رياكشن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، دول بقى بيهرشوا، تلاقي طفل بيهرش تحس انه هيهرش بكوعه بعد كده، واخد بالك من كتر ما بيهرش. انت عارف مش الكل بتاعتنا عباره عن استروما، والاستروما دي لاميلي، اللاميلي دي مربطه مع بعضها بحاجه اسمها انتر كونكتنج فايبرز او يقولوا عليها كروس لينكينج. عارفين الحصيره اللي بنقعد عليها دي في الارض بنصلي عليها مش عارف ايه؟ الحصيره دي بيبقى فيها خيوط اللي هي بتاعت الحصيره البلاستيك نفسها، وفي خيوط قماش كده ماشيه بين البلاستيكات وبعضها، هي دي القماشات الرفيعه اللي هي الخيوط الرفيعه دي، تمام؟ دي اللي مربطه القش ده في بعضه او البلاستيك ده في بعضه، هي دي اسمها الانتر كونكتنج فايبرز. دي واصله من اول البيزمنت ممبرين بتاع الابسيليوم لغايه الديسمنت ممبرين تحت، مربطه الكولاجين استروما ببعضها. كتر الدعك ده بيكسر الانتر كونكتنج فايبرز دي، يقوم يعمل سلايدنج للفايبرز ناحيه البريفري، يقوم السنتر يبتدي يبقى ايه؟ يبقى ثن. لاحظ سنتر اوف ذا كورنيا ثن رفيع، تمام؟ بص اهو سنتر ثن، وتبتدي الكورنيا تبروترود. شايف ده النورمال انتروكلر بريشر، بس لما الكورنيا تبقى ثن شوف الكورنيا حصل فيها ايه؟ بص شايف المنظر؟ الكورنيا بتبلج لبره، اكتيزيا في الكورنيا لوحدها، تمام؟ طيب ده بيخلي الكورنيا تبقى مور كيرفد مور ستيبر. بص بقى اسمع، 1000 عيان عندهم كراتوكونس هيحكوا لك قصه واحده بالظبط. العيان يقول لك ايه؟ دكتور انا كنت اولى اعدادي ثانيه اعدادي اللي هم ايه؟ تينيجرز دول. اول مره حسيت ان انا مش شايف في الفصل، رحت عملت نظاره قالوا لي انت عندك قصر نظر. اسمع اسمع الحدوته دي عشان هترجمها لك دلوقتي كلينيكال بيكتشر هتلاقيها هي هي بالظبط. قالوا لي عندك ايه؟ قصر نظر. وعملوا لي نظاره. اسمع بعد شويه النظاره دي ابتدت تتغير فريكونت، يعني كنت مثلا ايه مرتين في السنه اغيرها، يبقى واضح الديزيز كان ايه؟ بروجريس. خلاص؟ وبعدين يقول لك بعد شويه بقت النظاره بتاعت قصر النظر اشوف بيها خيالات والاقي الصور ملخبطه. قالوا لي لا ده انت عندك استجماتيزم. ابتدى يجي له ايه؟ استجماتيزم مع قصر النظر. بقوا الاول يظبطوا لي نظارات، بعد كده النظارات ما بقتش تنفعني، بقيت اشوف الصور وليها خيالات بيسموها جوستنج، جوستنج اوف ايمج. وبعدين رحت للدكاتره قالوا لي لا ده انت ما تنفعكش النظاره دلوقتي، ده انت محتاج هارد كونتاكت لينس، عدسات لاصقه صلبه. ومشيت بيها سنين طويله. فجأة بخطة خفيفة جدا على عيني جالي آلام رهيبة في عيني وما كنتش قادر أشوف ودمعت وبتاع، ورحت المستشفى ادوني مراهم وعلاجات، وبعدين قالوا لي لا ده أنت حصل لك سحابة وعتامة في القرنية، لا ده أنت محتاج ترقيع قرنية اللي هي عملية كراتو إيه؟ بلاستي. سمعت الستوري دي؟ دي الستوري بتاعت مريض الكيراتوكونس. لو سمعت 1000 منهم هيقولوا نفس القصه. ليه؟ اول ما الكورنيا بتطلع لبره بتبقى مور كيرفت مور ستيبر، بتعمل له مايوبيا تخلي الصوره اللي بتقع ورا الريتنا تيجي فين؟ ان فرونت اوف ذا ريتنا، بدل ما بتقع الريتنا تيجي ان فرونت اوف ذا ريتنا. عمل النضاره. بعد كده البلج ما بقاش سيمتريكال، بقت في حته بلجت اكتر من غيرها، فابتدى يجي له استجماتيزم. يعني هو بص الاول كان عنده مايوبيا فوكس واحدة قدام الريتنا، بعد كده لما زادت القصة بص بقى شوف الانتيو تشامبر عامل ازاي. شوف دي كورنيا وده الايرس وده البيوبل، يبقى ده المسافة دي مين؟ انتيو تشامبر. بقى اخباره ايه دلوقتي؟ شوف عامل ازاي الديب. بص حالة تانية هنا بقى، بص لوكاليزد اريا ابتدت تبلج اكتر فابتدت تعمل له استجماتيزم. هنا بقى كان لازم نكنسل سطح الكورنيا دي، عملوا له ايه بقى؟ هارد كونتاكت لينس. يعني هنا الاول ابتدى يبقى فيها استجماتيزم لبسوه نظاره، بعد كده جاله لبس هارد كونتاكت لينس لان جاله استجماتيزم جامد. بقى بص بص بقى عيان الكيراتوكونس، شوف هو رافع هنا بس الابر ليد، شوف شوف البروفايل بتاعه، شوف الانتيو تشامبر اخباره ايه.
ديب. احنا كنا بنشوف المرض ده كده عادي في ديب. بص شوف الانتيريور تشامبر ديب. بص قد ايه ديب الانتيريور تشامبر، وابتدى يحصل ايديكال سكار، سكار في الايبكس اوف ذا كورنيا. بص شوف الكورنيا الانتيريور تشامبر ديب ازاي. بص بقى مانسون ساين دي معناها ايه؟ ان لما العيان بص لتحت اللور ليدي الثاني يبقى عامل زي رقم 7 او حرف الفي، يبقى في شيب. ليه؟ هيبقى في انجيوليشن، لان العين مش سموث، الكورنيا مش سموث، الكورنيا عامله زي المخروط دلوقتي، فبقت تدني اللور ليدي اثنين كده مع انه المفروض يبقى سموث كيرف. الظاهره دي اكتشفها الراجل خواجه اللي اسمه ايه؟ مانسون، وسماها مانسون ساين. بص دي دي مانسون بس معكوسه، العيان بص لفوق بس الابر ليد بقى شكله ايه؟ بص عامل زي رقم 8. شفت عامل ازاي؟ اهو بص مانسون ساين بوزيتيف اهي. Angulation of the lower lid when the patient looking down. This is positive Manson sign. بص بقى ال anterior chamber يبقى deep وال central part of the cornea يبقى thin و bulging ecstatic. خلاص؟ بص بقى لما نشوف ال red reflex، منطقة الكون تدي انكسارات للضوء غير المنطقة اللي حواليها. تقوم تحس ان زي ما يكون نقطة زيت على سطح كوباية مية. حاجة بتلمع كده على سطح بيلمع أصلا. تمام؟ فدي اللي بيسموها اويل دروبلت ريفلكس. كان نقطه لما تشوف الريد ريفلكس بتاع الحته اللي في النص دي بتلمع اكتر من اللي حواليها، بيسموها اويل دروبلت ريفلكس. تمام؟ طيب بصوا شايفين في خط كده موجود اللي عليه السهم الاصفر ده، شايفين الدايره دي بتبان اكتر. انا هوريها لكم للناس اللي نظرها ضعيف. بص اهي وضحتها لك، اما اشيل من فضلك الخط بص عليها بقى. انا عارف انك كده مش هتبقى شايفها اكتر من الاول، بس دقق كده بعد شويه هتلاقي نفسك قدرت تشوف. اي خط ماشي هنا كده اهو، كمل معاه. ده خط اسمه ايه؟ اسمه فلايشر رينج. فلايشر رينج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايرن ديبوزيشن في البيزل لاير اوف ايبيثيليوم ات ذا روت اوف ذا كون. ايرن ديبوزيشن في البيزل لاير بتاعت الايبيثيليوم ات ذا روت اوف ذا كون. واحد يقول لي استغفر الله العظيم يا رب، مش انت قلت يا عم الكورنيا افاسكولار؟ يجي منين الايرن ده؟ هقول لك في تكسير في الروت اوف ذا كون ده، الابسيليال لاير والبيزل لاير اللي تحتيها البيزل ممبرين بيتكسروا عند الروت اوف ذا كون ده، فبيطلعوا انزيم فاكر اسمه سايتوكروم اوكسيديز. تسمع عنه؟ خبطت فيه في سنه ثانيه وانت ماشي كده. سايتوكروم اوكسيديز انزيم، الانزيم ده لما بيطلع بره الخليه يترسب بالمنظر ده كده ويعمل لي المنظر بتاع الرينج دي. الرينج دي اسمها فلايشر رينج. خلي بالك دي هتلخبطك بعد كده مع واحد دخل في عينه نحاس في عينه، بيعمل له رينج اسمها ايه بقى؟ كايزر فلايشر رينج. فاكرين مرض ويلسون؟ مرض دي ويلسون هيباتولنتيكولار ديجنريشن اللي بيجي له افكشن للانتيكيليت جانجليون اللي في البرين، لنتيفورم نيوكليس بتاعت البرين. دي بياخدوها في ثالثه سياسه واقتصاد دي بقى، دي صعبه شويه. خد بالك اهي الكبر بقى بيترسب فين؟ على الديسمنت ممبرين، بس اسمها ايه؟ فلايشر برضو، بس كايزر فلايشر. اسمها كايزر فلايشر. طبعا دي بنكعبلك بيها بسهوله في الام اس كيو. اقول لك كايزر فلايشر رينج از ميت ويز ان نمره واحد تشالكوزس اللي هو الكبر فورين بودي، نمره اثنين كراتوكونس، نمره ثلاثه نجيب لك حاجات كده سبرينج كتار، نمره اربعه مش عارف اولد ايج. مش اهم حاجه مين؟ هتتلخبط مع كراتوكونس. الكراتوكونس اسمها ايه؟ فلايشر بس. فلايشر رينج. في كراتوكونس اسمها فلايشر رينج. تمام؟ وبتبان بكوبه بلو فيلتر. بلاسيدو. حد فيكم سمع اسم بلاسيدو قريب؟ بلاسيدو دومينجو اللي هو مغني الاوبرا اللي افتتح اوبرا عايدة عندنا هنا في مصر ثلاث مرات. بلاسيدو دومينجو ده يا سادة اكرام بيغني الليلة بخمسة مليون دولار وبيريح تاني يوم عشان احباله الصوتية بتبقى مجهدة، فبيشتغل نص شغل يعني اب تايم بس. واخد بالك؟ بالظبط كده. وطبعا ده مش عايز اقول لك بلاسيدو دومينجو ده كان بيبقى محجوز طول السنة، يعني بيطلع مثلا من عندنا يغني مش عارف في روسيا ويروح امريكا ويروح مش عارف فين، ده بيغني طول السنة بس يوم بعد يوم بس. ما بيعرفش يغني كل يوم. المهم
بلاسيدو ده طبعا فظيع. كان في راجل غلبان بقى اسمه بلاسيدو، اسمه انطونيو بلاسيدو. انطونيو بلاسيدو ده سنه 1882 83 زمان قوي. كان راجل مثقف جدا وعلى قد فهمه، جاب معلومتين قمه في التكنولوجيا. هو على فكره التكنولوجيا مش معناها انك تبقى معقد او انك تعمل جهاز عقده، بالعكس ده كل ما الحل يبقى سيمبل وابليكابل كل ما تبقى انت هاي تك، هاي تكنولوجي، فاهم؟ بلاسيدو عمل ايه؟ بلاسيدو ده خد كلمتين هو درسهم، واحده درسها في الكليه وواحده درسها في الابتدائيه، وركبهم على بعض. ف ليه ما كانش بقى يخلص السنه الدراسيه ويروح، مش عايز اقول لك بيعمل عليها ايه، ويروح باصص للسنه الثانيه وما بيربطهمش ببعض. ده راجل جاب معلومه، معلومتين صغيرين جدا. قال لك ايه المعلومتين؟ قال لك الكورنيا ليها لاستر، دي اللي خدها في الكليه صح؟ لاستر يعني بتلمع، يعني عامله زي الايه؟ زي المرايه. نمره واحد. نمره اثنين، ما هي الاشكال الهندسيه الاكثر انتظاما؟ الدائره. انا مغشش لك، عمال اشاور لك كده. الدائره هي اكثر اشكال هندسيه ايه؟ انتظاما. عشان قبل كده قبل ما اشاور كنت اسال الطلبه محدش بيرد. الدائره يا ساده الكرام هي اكثر الاشكال الهندسيه انتظاما. الراجل ده حط المعلومتين على بعض. حطهم ازاي؟ راح جايب بتاع مضرب بتاعه زي البينج بونج كده، زي مضرب تنس طاوله كده، وراح خربه من النص ورسم عليه الست دوائر بتوعه دول. تمام؟ وراح باصص من ورا الخرم كده، وراح مقرب بالدوائر دي قدام عين العيان. هيشوف ايه؟ هيشوف صورة الدوائر على مين؟ على سطح الكورنيا، صح؟ مش هيسمها ويندو ريفلكس؟ طب إذا كانت الكورنيا سطحها منتظم يقوم يشوف الدوائر إيه؟ ريجولار ومنتظمة. إذا كانت الكورنيا سطحها معرج، أنتوا عارفين بيت المرايات اللي في الملاهي؟ أنت بتخش مش بتخش تشوف نفسك في المرايات بتبقى عامل إزاي؟ اللي ودنه طالعة واللي بطنه مش عارف عاملة إزاي واللي قفاه مش عارف عامل إزاي وأشكال، ليه؟ هما لاعبين في سطح المرايات. بيتلعب في سطح المرايات، فانت بتشوف صور مبعكك ملخبطه صح. فلو كانت الكورنيا كويسه هتشوف صور كويسه، اذا كانت المرايه بايظه تقوم تشوف صور ايه؟ ديستورتد. تمام. هذا البلاسيدو ديسك از يوزد تو ديتكت كورنيال استجماتيزم، ات دازنت ميجر. يعني يقول لك في استجماتيزم ولا ما فيش، ده زمان كان اتشيفمنت انك تقول دي استجماتيك اي ولا مش استجماتيك اي. الديتكت مره بقى ايه؟ واحد زميلنا لطيف يعني من الاساتذه جاب سؤال ام اس كيو لطيف قوي. قال لهم ايه؟ بلاسيدو ديسك از يوزد تو، نمره واحد، ديتكت كورنيال استجماتيزم ديو تو ديتكت اون ذا انتيريور كورنيال سيرفس. نمره اثنين، ديتكت كورنيال استجماتيزم ديو تو ديتكت اون ذا بوستيريور كورنيال سيرفس. نمره ثلاثه، ديتكت لنتيكولار استجماتيزم. نمره اربعه، ميجر كورنيال استجماتيزم. ها في بقى، انا كنت واقف ساعتها جنب طالب لذيذ قوي، اول ما شاف سؤال بلاسيدو يعني بلاسيدو ديسك از يوز تو ديتكت، وبعدين بص في السؤال لقى في كام ديتكت؟ ثلاثة ديتكت وواحدة ميجر. قال لك هي مش ميجر، هو ديتكت. ديتكت ايه؟ عمل لي كده، انا ضحكت الحقيقة. الواد لذيذ جدا، حافظ شورت كات كده، قال لي بلاسيدو ديسك از يوز تو ديتكت. انما ديتكت ايه؟ نسي يا عيني. واخد بالك؟ فالحقيقه فده هو ديتكت، ديتكت على الانتيريور مين؟ لانه بيستغل الانتيريور كورنيال سيرفيس از ميرور. ملوش دعوه لا بالبوستيريور سيرفيس ولا باللينس. هو بيشوف الصوره على الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. طيب انا عندي بلاسيدو ديسك، انت عارف انا عندي بلاسيدو ديسك الحديث اللي هو ده اللي بينور سيلف الومينيتد، دي صوره انا مصورها على فكره، ده بتاع انا جهاز بتاع انا في حياتي انا مصوره. تمام. بص هو بينور سيلف الومينيتد كده، انا ببص منه على الكورنيا بتاعت العين اعرف ده استجماتيك ولا لا. النايب بتاعي معايا اقول له تعالى ورد بص. تمام. بص ورايا، شايف الدوائر مش منتظمه؟ في ايه يا عم احنا هنفتي فيها؟ شايف الدوائر مش منتظم ولا لا؟ لا مش عايز شايف.
او طب بص في البتاع اللي تحت مش عارف ايه في الحته الفلانيه. طب اهو اروح انا ابص تاني اتاكد من الكلام اللي بقوله، هل هي واضحه؟ مش عارفين نلتقي انا وهو، ما هو انا بص يا هو ايه؟ يبص، ما مش معقول هنبص على الاثنين في نفس الوقت. عملنا ايه؟ رحنا جايبين كاميرا حطيناها في ظهر البتاع ده، تشوف فكره انطوني بابلا سيدو العملاقه من 1882 بتطبق لغايه دلوقتي. عمل ايه بقى؟ راحوا جايبين كاميرا لازقينها في ظهر البلاسيدو ده. بقى اسمه ايه دلوقتي؟ بقى اسمه فوتو كيراتوسكوب. كيراتوسكوب تو فيجواليز كورنيا، فوتو انك تصورها، فوتوغرافي يعني. فوتو كيراتوسكوب اصور صوره للقرنيه. تمام؟ بص طلعت لي صوره اهي. ايه رايك في القرنيه دي؟ كويسه. حلوه ممتازه. جميله. تمام؟ اهو الدوائر هنا اخبارها ايه؟ ريجولر ولا اير ريجولر؟ المسافات ايه؟ متساويه ولا مش متساويه؟ طب ايه رايك في دي؟ لا. فيها استجماتيزم ولا لا؟ ما تقوليش اه يعني. فيها استجماتيزم؟ يبقى ديتكت استجماتيزم. دي فيها استجماتيزم؟ دي فيها استجماتيزم؟ يس. ولاحظوا تملي في كيراتو كونس الديفكت تملي يبقى لور. لور ساعات لور تمبر، الموستلي لور تمبر. بص بقى اقول لك حاجه، مش المرايه كل ما تبقى مور ستيبر في المرايه كل ما تصغر الصوره حتى تلاقي ايه مكتوب على مرايه العربيه اللي جنبك، المرايات الجانبيه بتاعت العربيه يقول لك ايه؟ من فضلك راعي ان المسافه اكبر من اللي انت شايفها او اصغر من اللي انت شايفها، لان هو مصغر لك الصوره عشان تشوف الشارع كله. فيقول لك راعي ان المسافه اللي محسوبه دي اصغر من اللي انت شايفها. تمام؟ ليه؟ لانه بيلعب في المسافات بالكيرف بتاع المرايه دي، فاهم؟ طيب جم بقى قلنا ايه؟ طب ما تيجي نقيس الكيرف لما المسافه هنا تصغر يبقى ده مور ستيبر وده مور فلاتر. جم بقى ناس بتوع هندسه وراحوا قاعدين، قال لك بس انا اقدر بقى اقول لك المرايه هنا مقاسها قد ايه وهنا مقاسها قد ايه وهنا مقاسها قد ايه وهنا كل النقط دي. اه وبقى يطلعوا لنا ورقه كده كلها ارقام غبيه جدا. يعني انا كنت اشوفها ما اعرفش اقراها، ما بحبش الارقام الكتير في الصفحه. ايه ده يا عم ده؟ يقول لك دي دراسه دقيقه لسطح الكورنيا. يا عم شوف لنا حاجه سهله. قال لك طب ولا تزعل. دخلوا الكلام ده بقى في بروجرام كمبيوتر، ده بقى اللي احنا بنستخدمه. ده اللي بنستخدمه دلوقتي في 2008 اللي اخترعه انطونيو بلاسيدو. شفت العبقريه بقى؟ هنا بقى ايه؟ بص الجهاز اصلا اهو مش دي الدوائر بتاعته؟ وده الخرم اللي هو شاف منه؟ ركبه وراه كاميرا فيديو. ديجيتال. معنا في 2008 تبقى ديجيتال، لازم ديجيتال. مش انالوج يعني، ديجيتال. خدت بالك؟ وخدوا الصوره وراحوا مطلعين على التاور ده بتاع ايه؟ كمبيوتر. ده حتى جهاز قديم، ده معفن، ده من سنه 2001. ده بتاع 2008. لابتوب وشياكه وترابيزه وبتاع. شفت؟ مفيش بقى الجهاز الدشمه بتاع زمان، كمبيوتر بتاع زمان تاور ده. مفيش تاور ده، او لابتوب صغنطط كده زي كده خلاص جاي مع الجهاز. بس الدوائر دي مش بتاعت بلاسيدو؟ مش هي نفس الفكره؟ شفت قد ايه الجمال بتاع بلاسيدو؟ عشان كده بنحترمه وعشان كده بنجيب له سؤال ام اس كيو بالعلم ايه ونغيف. بص طيب هنا بقى بص بيطلع لي خريطه بالالوان. خدت جغرافيا؟ مين ما خدش جغرافيا ده ان شاء الله؟ صارت اعداديه ولا ايه بقى ان شاء الله؟ مش خدنا في الاعداديه جغرافيا لغايه الاعداديه؟ لغايه كمان اولى ثانوي اتفضل اهو. بص يا ساده الكرام الجغرافيا الخريطه كان ليها مفتاح صح؟ الالوان دي ليها معاني. يقول لك ايه؟ اللون البني الغامق ده الايه؟ الجبال شاهقه الارتفاع. البني اللي مش عارف المتوسط يقول لك دي مش عارف الايه؟ الجبال منخفضه الارتفاع. الاصفر ده الكثبان الرمليه صح؟ الاخضر السهول الخضراء. اللي مش عارف الازرق ده البحر. الازرق الغامق ده المحيط صح؟ يبقى كان كل لون ليه معنى. والا انت كنت بتفهم بتبص على الخريطه ليه؟ ما هو ده زي اللي بالظبط الدرماتوم ها؟ كنا بنكب عليها، لا الخرائط دي ليها ناس. بص هنا عمل ايه بقى؟ جاب لي قوة الكورنيا في كل نقطة واداها لون شكل. طبعا الألوان الهوت الأحمر ومشتقاته خدت بالك دي معناها الحتة البلجنج أكتر شديدة الارتفاع زي الخريطة عشان يقربها لمخك. ما هو مفيش داعي تبقى بتدرس لغايه الاعداديه بالوان ونيجي نلعب معاك بالوان اخرى. كل ما تبقى فلات تروح للالوان الايه؟
الاسهط الاخضر والازرق وبتاع الفلات. بص دي واضح الارجولاريتي في السيرفس، هنا عالي قوي، هنا اقل شويه، هنا اقل، وبعدين هنا فلات اريا. شوف دي فلات خالص وهنا ستيب خالص مور كيرف. لما نقول احمر يبقى ستيب يعني مور بلج، الاخضر اللي هو الفلات ده ستيب ده فلات. فانا بترجم ده للمعاني اللي في دماغي دي. ده الكورنيال توبوجرافي. ده بقى بيتعمل دلوقتي روتين لاي عيان عايز يعمل ريفراكتيف سيرجري. ريفراكتيف ايه؟ سيرجري. بعملها له روتين. ده الكراتوميتر بقى بتاعنا اللي انا بستخدمه في العياده المانيوال العادي. ده بيقيس الكورنيال كيرفتشر. بس قلت لك ده بيشتغل ازاي؟ بننزل صور على سطح الكورنيا ونستقبلها. طب اذا كانت الكورنيا ديستورتد الصور دي هتبقى ايه؟ ديستورتد. صور الكيراتوميتر على سطح الكورنيا هسميها مايرز. ففي حالات الكيراتوكونس هنشوف ايه؟ ديستورتد مايرز. عرفت بقى كلمه ديستورتد مايرز يعني ايه؟ الصور بتاعت اللومض الجهاز ده، ما ده الجهاز ده فيه لمبه بتنور، لمبتين بينوروا وبينزل صورتهم على الكورنيا، وانا بستقبلهم بشوف الصور دي على سطح الكورنيا. طب اذا كانت سطح الكورنيا مش منتظم فالصور دي تطلع بايظه. يبقى دي معنى كلمة distorted myers. distorted myers. بص بقى ال dismiss membrane يبتدي يتشد ويحصل vertical lines. شايف اللاينز دي اللي على الخلفية بتاعت الكورنيا دي؟ دي اسمها dismiss membrane lines اللي اسمها Vogt stress line. Vogt، فاكرين لسه شايفينه Vogt من شوية في الاركاستينيل. Vogt stress lines ستريتش في الديسبتس ممبرين. انت عارفه زي ما تمسكي ورقه وتشديها قوي كده مش تروح عامله لاينز كده فولز، هي دي. ديسبتس ممبرين قلت لك ريزيست البكتيريا بات داز نوت ريزيست شيرنج فورس. ده معناه ايه؟ ان ممكن يتقطع. ممكن يتقطع يعني ايه؟ هو مش هيتقطع لوحده، ده صناعه مين؟ ده صناعه الاندوثيليوم. لما يتقطع بقى بص ديسمت ممبرين اتقطع. عندي عيان عندها كراتوكونس، كنا في الشتاء وانا عارفها عيانتي وبلبسها كونتاكت لينس صديقتي من زمان يعني. انا بقول لك عيانين كراتوكونس دول مصاحبهم من سنه 89 يعني. فالمهم ست عاديه جدا وبتاع وبتلبس عدساتها، قلعت عدساتها ودخلت تنام في الشتاء. عادي ان احنا لما بننام بنشد اللحاف صح؟ هي عيني بتشد اللحاف كده، راح حرف اللحاف خبط في عينها. عمل لها بين رهيب، هي طبعا تخيلت ان عينها ايه؟ طرفت، يعني اللحاف هيعمل لي ايه يعني؟ صحيت ثاني يوم الصبح بتعمل كده، لقيت عندها عين مش شايفه بيها خالص، مغبشه. زي ما يكون عليها ستاره. عملت الثانيه، لا الثانيه ما هي عارفه ان نظرها ضعيف اصلا، ما بتشوفش من غير الكونتاكت لينس. بس عارفه مستوى نظرها. فعملت كده، هو ده النظر البنخش بتاع كل يوم ده. مش شايف حاجه خالص. طبعا راحت مكلماني قلت لها لا اشوفك حاجه، انما رايح المستشفى هنا في المستشفى هنا تعالي. فجت هنا شفتها لقيت عندها اكيوت هاي دروبس. ايه هاي دروبس؟ اصل ما اقدرش اقول عليه اديما. اديما دي لما الخلايا تبتدي تفوت لي شويه فلويد زياده، تبقى عامله زي النشاف كده والكورنيا تنفش كده. انما ده الكورنيا غرقت. في فرق يا ساده الكرام ان هم يفتحوا لنا عينتين ثلاثه زياده في السد العالي، وان السد العالي لا قدر الله يتكسر فيضان. في فرق بين الميه عليت في النيل شويه وان حصل فيضان. عشان كده ما قلناش عليها اديمه، قلنا عليها ايه؟ هايدروبس. اتس هايدروبس عشان رابشر ديسبتس ممبرين. بص ده شوف باثولوجي الجميل، شوف مين اللي متقطع ورا ده اهو. شوف الديسبتس ممبرين طلع بو وراح بعد عن نفسه خالص بالمنظر ده. طبعا هنا مش عايز اقول لك دي هتغرق ميه. بص انت برضه مش متخيل الهيدروكس يعني ايه؟ كوره ميه في الكورنيا عند الحته دي. بص الكورنيا اللي كانت امبارح شفافه بص بقت عامله ازاي؟ اكيوت هيدروكس. شوف الكورنيا تخن ايه؟ على فكره كل ده كورنيا مش الانتيو تشامبر. كل ده السكنس اوف ذا كورنيا. شفت بقى قد ايه؟ شوف من اول هنا الحته دي كلها بقت مجمع ميه. دي هايدروبس مش اديما، دي ما اسمهاش اديما، دي اسمها هايدروبس. بص كل الكوره دي هايدروبس. كورنيا مليانه ميه، اكيوت هايدروبس.
طبعا ده بقى كورتيزون وحاجات توطي الانتروكولار بريشر ومش عارف ايه، تسيب سكار. بعد الحادثه دي قصه الولد اللي انا حكيته لك، قالوا له ايه ينفعك ايه ما ينفعكش غير عمليه ترقيع ايه قرنيه، خلاص بقت سكارد كورنيا، بقت سكارد كورنيا اكيوت هايدروبس اهو، ثابت سكار. والسكار لو هو العين كويسه وسين يتعمل له كراتو ايه كراتو بلاستي. بص بقى التريتمنت كان ماشي ازاي. على فكره القصه اللي انا قلتها لك دي حكت قصه المريض وحكيت لك انت التريتمنت عشان لما تيجي تذاكره تبقى فاهم. الاول كانت نظاره للشورت سايت مايوبيا، نظاره صالح المايوبيا، وبعدين لما جاله استجماتيزم استخدم ايه؟ ريجيد جاز بيرميبل لينس ار جي بي، ريجيد جاز بيرميبل لينسز، تمام؟ ريجيد جاز بيرميبل لينسز، ودي على فكره عدسات سبيشال ديزاين. ليه؟ الانتيريور سيرفيس بتاعه بيبقى سموث، الباك سيرفيس بيبقى فيتنج ذا كورنيال سيرفيس، بس لازم بينه وبين الكورنيال سيرفيس يبقى فيه تيرز. طب اعرف ازاي ان في تيرز بين العدسه وبين عين العيان؟ انت عارف الكالو اللي بيطلع في الجزمه؟ بيطلع ليه؟ لما تبقى جزمه ضيقه صباعك بيروح طالع كده لفوق ويبتدي طول ما انت ماشي عمال يحك في الجزمه يحك في الجزمه، بعد كده بيعمل الكالوزتي دي، صح؟ طبعا لما احط العين كونتاكت لينس وهي لامسه الكورنيا، منطقه الاحتكاك دي بعد كده توقع الانفيليوم، لان مش هيبقى عليها تيرز. طالما ما فيش تيرز يبقى ما فيش اكسجين، يبقى الانفيليوم هيقع. طب انا عايز اقول لك حاجه، العيان عايز اقول لك حاجه، بالعدسه دي ممكن يشوف 6 6 من متر، بيشوف 6 6. انا عندي بيشنتس من ماي بيشنتس بتوع كراتوكونس بيبكوا لو العدسه دي حصل فيها حاجه. انا شفت عيانه بقول لك كانت تحس ان حد مات لها، مره بتلبس العدسه هتوقع على السيراميك اتقسمت اثنين، واولادها امتحانات وبدار والدنيا محجوب وهي من غيرها ما بتشوفش. جات العياده عينها قد كده لدرجه قلت لها مش هقدر اخد لك مقاسات وعينك عامله كده، كان مداد بقى ساقعه وتلج بتاع، وتعالي بعد يومين ثلاثه اخد لك اعمل لك ايه. طبعا دي سمعت الكلام ده بقى كان هتسخسخ بقى، كمان بقول لها اجي لك يومين ثلاثه عشان اعمل لك مقاسات جديده، فاهم ازاي؟ فطبعا العينين دي بتبقى بتموت في العدسه، بس مهما كانت العدسه جميله ان ما كانتش كومفورتبل ما تنفعش. زي ما واحد يروح يشتري جزمه شيك قوي بس ماسكه في بوز رجله، هي خروجه واحده مش هيكملها، يعني تلاقيه هو راجع في العربيه يروح عليها حاوره بيها في الكرسي اللي ورا ويسوق بالشرف ويقول لك ايه ده الزباله دي، مع ان شكلها رائع انما مش مريحه. طب الراحه فين بقى؟ هي دي على فكره اقول لك حاجه، دي تريك. عشان كده على فكره مش كل دكاتره العيون بتركب اللي بتعرف تركب العدسات دي، لان دي عايز الصبر مع العنين، وعايز بقى بص نحط فلوريسين تحت العدسه وبتاع عشان اشوف التير فيلم اخباره ايه. ايه رايك في الحته دي؟ الحته اللي ما فيهاش فلوريسين دي عارف معناها ايه؟ ان دي تاتش. اقوم اعمل ايه؟ اجيب عدسه اعلى شويه، ستيب كيرف شويه، دي ما تنفعش لان دي بعد شويه هتعمل كالو هنا، هتسيب سكار هنا، هتعمل له السر في الاول وبينفول جدا ويمكن يرفضها، وبعدين تعمل له اوباستي هنا. لازم اتاكد ان في تير فيلم بين العدسه وبين عين العيان. فاكرين احنا قلنا سبب الكراتوكونس ايه؟ تكسير الكونكتنج فايبرز، حكايه الفريكشن دي. راحوا عاملين دلوقتي جهاز بنحط ماده اسمها الرايبوفلافين، سمعت الرايبوفلافين؟ الفيتامينز السنه الثانيه؟ الرايبوفلافين عاملينها اي دروبس، بنشيل الابسيليوم بتاع العيان ونحط الاي دروبس دي على عينه ونعرضه لمحفز اللي هو اللومز الالترا فايولوت دي. يعني انا بستخدم الترا فايولوت مع الرايبوفلافين، ويقعد المساعد يقعد يحط له رايبوفلافين كل خمس دقائق. رايبوفلافين يمتص يقوي الانتر كونكتنج فايبرز. دي بتثبت الديزيز ولكن ما بترجعوش زي الاول. تقول له دي بتعمل لك تثبيت عشان ما تسوقش لان المرض كان ايه؟ بروجريسيف. فدي بتثبت بتثبت بس، انما مش بتحسن العيان. تثبته بس. تمام؟ طلعت دلوقتي حاجه لطيفه قوي، بص اسمها ايه؟ انتراكورنيال سترومال رينجز. انتراكورنيال سترومال رينجز دي عامله زي السوسته. بص لو الكورنيا عامله كده وانت تروح زقيقها كده من الحروف، زقها من الحروف. بص اهي عشان الناس اللي قاعده ورا مش شايفاني،
بص لو الكورنيا عامله كده وانت تروح زقها من هنا، شوف السطح بتاعه بيعمل ايه، بيبقى فلات تمام. فهو بيتركب الرينجز دي، بص فين دي بتخش في الكورنيا، ليها جهاز مخصوص كده بيخش يعمل تراكنج. انتوا عارفين الفل بتاع الازايز كان زمان، ازايز الزيت والحاجات دي بتيجي ليها غطا فله كده، بلاش عشان عادي يبص لي ويضحك لي، الازايز الخمره لغايه دلوقتي تلاقيهم في الافلام يروحوا جايبين بتاع كده ويروحوا عاملينها كده تروح مطرقعه اللي هي بو بتاعه، وتلاقيها مغرقه الدنيا. مش بيحصل في الافلام طبعا. فهي البتاعة دي عامله زي الفتاحه بتاعت الفيلا بالظبط دي، بتخش تعمل تانل جو الكورنيا عشان ندخل فيها الرينج دي اهي. بص الرينج بتخش تدكك بعد ما عملت التانل، بتدكك الرينج دي جوه الكورنيا سبستانس، شكلها يبقى عامل كده. اوريهالك بعين العيان اهي اهي، تركيب اللي اسمها دلوقتي زراعه حلقات داخل القرنيه، زراعه الحلقات داخل القرنيه، انترا كورنيال ستروما رينجز اهي، نصين اهو مركبين اهو تمام. اه طيب اذا ما نفعش بقى هذا الكلام وكان فيه سكار، لاحظ العمليات دي كلها ما كانش فيه ايه سكار، انما لو فيه سكار هنعمل كراتو ايه بلاست. دلوقتي بيعملوا اهو كراتو بلاست، بيشيل الكورنيا الاوبيك ويحط كورنيا ثانيه سليمه مكان. بصوا دي عين المتوفي، انا باخد منها الحته دي بس، ريم اوف ذا سكليرا عشان امسك منها والكورنيا بس، وبنحط واحده ثانيه بلاستيك مكانها تمام. بص ادي الحته اللي احنا خدناها للمريض دي، حتى في الاخر بتترمي، احنا ما خدناش غير الديسك الصغير ده بس تمام. اهو بنحطها هنا ونقطع الديسك ده، دي عين العيان بننزل عليه السكينه بتاعتنا اللي اسمها التريفاين دي، اتفقنا؟ طيب هوريكم حاجه بسيطه جدا. بص هو معايا انا بس عشان عازم اثنين ثلاثه من الولاد اللي عاملين بحث معايا، فهفرجكم على فيلم لطيف قوي في ثانيه واحده، دي افلام صغيره قصيره ما تخافوش هتعجبكم. او بصوا اهي، اولا بصوا ده فيلم لطيف جدا، ما في صوت واحد بيفتح الدولاب ويقفله يعني. ده جاي يغسل فوكس، ده جاي يغسل العدسه بتاعته، لا المحلول ناقص، فراح غسل العدسه بايه؟ طيب شوف كده بقى. بص فيش كورنيا، اكان نسميه باكيراتايتس اهي. شفت احنا عظمنا العيان، فاكرين من ثلاث حاجات فاكرينهم؟ ها النوم والاستحمام ونزول البحر. ما هي الاستحمام، مش ده استحمام؟ ها اهو بص المنظر، صحيت من النوم عندها ايه؟ كورنيا الارض. كيراتايتس اللي هي اتفقنا اللي هي كورنيا الارض، بكتيريا لوفانجل انفيج. بص دي بقى شفت الزبالة بقى وسوء الخلق بقى، شفت المزبلة بقى ده بالظبط. انت عايز زي ما يكون واحد بيمضغ لبانه وراح مطلعها بديها لصاحبه وخد اللبانه بتاعته، ما هي دي ميكسد ويز بودي فلو ذا سيم. ممكن تنقل بقى هيباتايتس، تنقل ايدز، تنقل بكتيريا الانفكشن، تنقل اي حاجه. شفت بقى البلاوي بتيجي في ازاي من الكونتاكت لينس. بص الانتاكس بقى اهي، الانترا كورنيال ستروما رينجز، بص بقى بتتعمل ازاي. بص هو علم مكان التانل دي بتاع صغيره كده عامله زي اللبيسه كده، بيخش يعمل بيها دايسكشن للمكان اللي هيدخل فيه البتاع اللي بتلف، قلت لك زي فتحت الفيلا دي اللي اسمها المايكرو كيراتوم دي بقى، بيفتح لها سكه بس صغيره. بص بيعمل لاميلر ديسكشن، يعني دي لاميلر دايسكشن في المكان ده،
الناحيه دي والناحيه الثانيه. اي مفيش كل الكلام ده نونسنس، ما تخافوش، ما بيعملش مشاكل في الكون ثاني يوم. بص بقى اهي البتاع الفتاح اللي بقول لك عليها دي، اهي بيركب البيز بتاعتها وبعدين يدخل دي يبتدي يلف بيها في الكورنين سترون. بص اهي امشي معاها بقى وهي ادفانسد هنا اهي، بتمشي كده تعمل التانل دي. بص مش هطول عليك، بص بقى اهي الحلقه بقى بعد ما عمل التانل، بص هيركب الحلقه ازاي. بتبقى نص حلقه كده، بص هيركبها ازاي، بيدككها في مكانها اهو، بيفتح فتحة الصغيره دي اللي كانت موجوده اهي. شوف الحلقه بقى الانتاكس دي بتركب ازاي. خلاص كده دي اسهل، بعد كده كلام فارغ، لانه هيزقها بس مش هيعمل حاجه تانية اكتر من هيزقها. بص اهي هي بتمشي لوحدها خلاص في مكانها اهي. بص دي اهي بعد ما ركبت بيظبطها في مكانها، كل ده بيظبطها اهو تمام. خلاص بعد كده ممكن يقفل الغرزة هنا، اذا كان هيركب النص الثاني بيركبه الناحيه الثانيه زي ما هنشوف دلوقتي. سب انتراسترومال دي قلنا بتشد الكورنيا بدل ما هي ستيب تخليها تبقى فلات. ده بيعمل سلاين بقى في الاخر بعد ما خلص تمام. ثانية واحدة دي انتاكس برضو. طيب بص ادي البنتريتنج كيراتوبلاستي، بص بقى شوف دي كورنيا كلير. طب ليه بيعمل فيها كده؟ لانها كراتوكونس بس فيها الريجولار استجماتيزم. شفت السكينه المدوره اللي اسمها ايه دي بقى؟ تريفاين. السكينه المدوره دي تريفاين، بيلف كده وكده. انا عايزكم تلاحظوا اول لحظه هيطلع فيها الاكس. السكينه دي اسمها الدايموند نايف، الحرف بتاعها ده فعلا الماس فعلا. الحته دي الماس فعلا مش هزار، عشان كده لو الحكيمه وقعتها يعني بتتذبح يعني. بص اهي بيفتح الكورنيا، شوف بقى هيشيل قد ايه من الكورنيا. انا عايزكم تلاحظوا بس فكره انه يشيل ديسك من الكورنيا. انا هجيب لكم الفيلم ده عشان تتفرجوا عليه تشوفوا كده اهو. بص بعد كده بيشيل بقى الديسمتس وبيوصل الاندوثيليوم والديسمتس بالمقص بتاعه. هو ليه؟ طب واحد يقول لي ايه؟ طب ليه ما نزلش بالسكينه جابها كلها مره واحده؟ الايرس يا معالي الباشا واللينس تحتيك ها؟ فانت بتفتح تعلم على قد ما تقدر وتسيب حاجه بينك وبين الايرس واللينس وتخش بالمقص تقصقص بالراحه كده واحده واحده تمام؟ اهو هنشوفه دلوقتي حالا. هو بيفتح بالمقص دلوقتي زي ما شايفين. بص اهو هيشيل بقى الديسك ده ويخلصه خالص دلوقتي حالا اهو. شفت بقى انت دلوقتي اول مره تشوف الانتيو تشامبر كانك داخل انتيو تشامبر اهو. بص بيشيل الديسك ده، ادي فكره الديسك اللي اتشال اهو. دي الحته اللي انا محتاجها في الثريق القرنيه، ما بوصلش للاخر عشان ابعد عن الليمبال فيست اهو. شوف الانتيو تشامبر بيعمل ايريدوتومي بقى الفتحه، فاكرين دي حاجه اسمها بريفرال ايريدكتومي كنت وريتها لكم قبل كده اهو. بيفتح فتحه في الايرس الصغيره حبانه اهي عشان ما تحصلش جلوكوما بعد العمليه. بعد كده بص بقى هيملى الفراغ ده بماده فيسكس، ماده عامله زي الجيلي كده، ماده جيلاتينيه كده عشان يبعد عن الايرس، يخلي الايرس ينزل لتحت شويه. بص بيحقن اهو عمال يبعد الايرس عن الكورنيا. ثانية واحدة اهي، بص شوف بقى الكورنيا الجديدة دي هي هيزي شوية لأنها متاخدة من واحد ميت، خلال 24 ساعة بتبقى ترانسبرنت جدا تاني، بترجع شفافة تاني. ها؟ خلاص مفيش ايه بيطلع في الشارع. بص بقى أصعب غرزة في العملية كلها الغرزة الأولانية دي، ليه؟ لأن البتاعة دي بتبقى محطوطة على الجيلي ده سايحه خالص. بص هتشوفها دلوقتي صعبه قوي، غرزه صعبه جدا على فكره. طبعا كل ده احنا شايفينه زي ما انت شايفه كده تحت الميكروسكوب اهو. بص ده فورسبس مخصوص ليه التين كده بيمسك بيه. بص بص شوف بتزحلق ازاي، صعبه قوي، صعبه صعبه يعني. بص اهو بيرجعها تاني في مكانها. بعد ما هيثبت بقى الغرز دي هوريك حاجه، بس استنى بس ما تستعجلش. بصوا بقى ابتدت اهي الغرز تبان اهي، استنى واحدة. اهي
بص الغرز بقى ابتدى يركب 16 غرزه اهو، ماسك بيها الجراف تمام. اللون الهيزي ده ما تخافش منه، تاني يوم هيبقى ترانسبرنت خالص، مفيش اي مشاكل تمام. اهي شوف الاستيتشز. كمان خلي بالكم من حاجه، مفيش عقد بره، بيمسك العقد يلفها يدفنها جوه التيشوز عشان ما تعملش بين للعيان بعد العمليه تمام. دي ازاي بنعمل الايه، هوريك بس واحده ثانيه اخر حاجه خالص هوريها لك اهي اهي اهي. بس دي بس شوف دي معايا بس بفضل، دي اهي بس انا بوري لك الغرز هنا باينه اكتر يمكن، بس عشان اوريها لك. شوف الغرز بعد ما بيعمل العقد دي بره بيروح لففها لجوه بحيث الشنبات اللي طالعه دي اهي اهي، شفت الحركه دي؟ دخل العقده جوه، بص بيدخل العقده لجوه، بص دي لازم عشان ما تضايقش العيان تاني يوم لما العيان يبتدي يفتح عينه، لو الغرز دي طالعه كده هيصرخ لك تتفك بعد سنه. لا ما تتضايقش بقى خلاص، اهي دي غرز جامده جدا. في الغرز دي بتقعد سنه في القرنيه لان القرنيه افاسكولر، الهيلينج بتاعتها ضعيفه. ساده كرام، كل الناس عندها اجازه لغايه يوم 21 ما عدا بتوع الرمض بس، هيبقوا معايا الاثنين والثلاث والاربع، الاثنين والثلاث والاربع من ثلاثه لخمسه هعمل لهم شويه حالات كيس برزنتيشن كده استعدادا للامتحان. اشوفكم على خير ان شاء الله يوم 21/11. ثانك يو. هو السائل اللي بيحطه دوت بعد كده بيتشال ولا بيشيله؟ بيشيله ولا بيشيله؟ في واحد صغير اسمه فوجن وفي واحد اسمه ويلز اي هوسبيتال حلو قوي. ويلز ده مع كويشن كومبليكيشنز بالبروفورش مركز على كلينيكال اكتر. صعب ده كل ده موضوع، ده كورس اصله سيلكت كارثي بس كتير قوي عليك. ما انا مش هكلم يعني كارثي كده، حطه في مكتبتك كده لنفسك يعني. ما انا مش هكلم يعني منه بس مش هكلم يعني. هو عيب انه كبير قوي عليك يعني. طب الاول انت بتشرح حضرتك بتشرح ايه؟ في فوجن وفي واحد كتاب اسمه فوجن، في كتاب اسمه بارسون، في ويلز اي هوسبيتال، ثلاثه دور صغيرين على قد كويس. فوجن حلو قوي على فكره، فوجن ده حلو قوي. ما هو الاثنين كان عندي فوجن ده كنت جايبه مره، ده كان حلو قوي. ما يمشي انا في مكان موجود موجود فوجن. شو هي بعد الاجازه؟ ان شاء الله السكريره كاتراكت اند جلوكوما.